اي تمام كويس. طيب حاجه بسرعه علشان ممكن اصلا لما يشوف كويس يشوف الصوره لو مزعجك لو مزعجك تبيه انا شكلها اللي زين هو زين يا شباب طيب نبدا طيب نبدا محمد يلا تفضل يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب النهارده نعمل لكم مراجعه على ال التشيست اكزامينشن. والتشيست اكزامينشن بصراحه جزء مهم جدا من الطب، وهو الجزء المهم جدا تستخدم فيه السماعه. يمكن تقريبا السماعه اتعملت عشان التشيست والهارت، لكن ما لهاش كل، مفيش حاجه ثاني في الجسم غير التشيست والهارت والسماعه. نمره اثنين البركشن مهم جدا في التشيست، وانا عندي حاجتين اولاد مهمين جدا في التشيست. البركشن مهم جدا في التشيست. نمره اثنين الاسكال. على اي حال احنا هنعمل اوفر فيو سريع على الحاجات النظري عشان انتوا هتقراوها في البيت، لان قال لكم على الكتابه اللي هتقروا منه ممتاز جدا اللي هو بيتس ومكتوب عليه قبل كده. وكنا في ورك شوب امبارح في عنيزه على الكلينيكال سكيل، كان راجل امريكاني بيذاكروا من بيتس. فده احسن كتاب ليك والله، يا ريت كنتوا تستخدموه، واللي ما استخدموش الحاجه يستخدمها. هتروح لكلينيكال ممتاز، لان هو نظامه بي بي ال، تبدا بالاناتومي وبعدين الفسيولوجي وبعدين الكلينيكال. جميل جدا جدا وسمر، يعني سمر الحاجات كلها. على اي تحدي احنا في اي مرض، اي مرض بيجي لك انت جاس المريض بيشتكي من الشيست بيشتكي من البطن، بناخد ايه يا اولاد؟ الهيستوري بتاعه. والهيستوري سريع احنا هنجمع يعني المريض هيشتكي من ايه، ايه الكومن سيمتومز في حاله الشيست. اول حاجه يا اولاد الكحه، كف صح ولا صح؟ نمره اثنين ممكن الكحه تبقى ناشفه او كحه فيها اسبيوتيك. نمره اثنين ممكن يطلع بلاد، يجي لك عنده حاجه اسمها هيموبتاسيس، والهيموبتسيس غير الهيماتيميسيس. الهيماتيميسيس رجوع الدم من المعده او المريء، لما الهيموبتسيس خروج رغاوي دم او دم صافي حتى من ايه؟ من جهاز الريسبيراتوري سيستم. واضح يا شباب؟ نمره ثلاثه ممكن يشتكي من ديسنيا، كرشه نفس. وكرشه نفس مش منحصره على امراض التشيس بس، ولكن ممكن تبقى امراض الكارفان، مش كده ولا ايه؟ بعد كده طبعا ممكن يشتكي من بين، والبين برضه ليس في الصدر فقط ولكن برضه في امراض الكارفان. هناخد امثله سريعه كده مثلا على الحاجات دي، زي الاسئله بتيجي او الدكتور يسالك يقول لك مثلا الاسبيوتام، بس هتسال ايه في الاسبيوتام؟ اساله عن ايه؟ كلر. اقول له كلر صح. ليه الكلر مهم؟ لانه مثلا لو كان في جرين او يلو مش معناه انه في انفكشن، كان الاسبيوتام ده فيرولنت يعني في صديد كده وفي انفكشن صح؟ لو كان ترانزلوسنت او جري او وايت معناها ممكن يبقى طبيعي او ممكن يبقى في برونكايتس. ده على لو كان راست اسبيوتام يعني عليه اولاد دم خفيف كرات دم، تعرفوا في حاله النيمونيا مش كده يطلع كرات دم مع الاسبيوتا، ممكن تدي له راست زي الصدع كده يعني لونه بني شويه وخفيف وهكذا، يبقى بتديني امبريشن. اما يكون في بلاد ستين اسبيوتا نتيجه بعد كده في الهيموبتسيس، ممكن افكر في امراض. اول كومن موست كومن يعني ممكن تساله السؤال ايه الموست كومن كوز اوف هيموبتسيس؟ انفكشن. ما يسرحش بالك بعيد، ما تقوليش كانسر، ما تقوليش تي بي. الاذر كوز الموست كومن كوز في الهيموبتسيس هو ايه يا اولاد؟ انفكشن. الانفكشن. طيب بالنسبه للبين طبعا السبيتا ممكن تسال عنه برضه، هل بتغير مع وضع المريض؟ عشان مثلا عارفين عندكم مثلا واحد عنده لانج ابس او واحد عنده برونكيكتس، بتغير الوضع المريض ممكن ايه؟ تزداد الكميه بتاعته وهكذا. كفايه اسئله على الهيستو، انت هتقراه الهيستو مش عايزين نضيع وقتنا فيه لانه كلام نظري بس. البين انت بتشوف طبيعه الالم ومكانه، مثلا مكانه قال لك هنا مثلا فوق الاسترنا، بفكر في القلبك خاصه من كل فارد للايه؟ للشولدر او للليفت ارم صح؟ ده بفكر في امراض القلب. لكن الالم لما يكون هنا مثلا لوكاليز في حته معينه، بسال عن هيستروفتروما اتخبط؟ اه والله خبطه وانا ماشي كده خلاص، يبقى الالم لوكاليز ما جاي من ايه؟ ممكن من القفص الصدري. ممكن البين مع كحه جافه وتوقف في التنفس ساعه الكحه، افكر في بلوريسي حاجه ايه؟ التعبات في البلورا وهكذا. فالبين يعني برضه ده سيمتوم ممكن الواحد يتكلم فيه ساعتين لوحده بس، ولكن برضه انا بنصحك بكتاب بيتس اقرا فيه بس كده ديفرنشال دياجنوست اوف بين، مش عشان تستفيد انت نمره واحد، نمره اثنين برضه تتعلم حاجه كويسه، والامتحان برضه لو حد سالك فيها ولا حاجه. طيب الباست هيستوري برضه كلام، احنا مثلا بتسال عن الهيستوري بتاع التي بي او تشيست انفكشن، واحد جاله انفكشن قبل كده ممكن يكون الانفكشن المزمن قلب ايه بمرض اخر صح ولا مش صح؟
واحد عنده حساسيه، جات له حساسيه قبل كده، حساسيه حتى في الانف، حساسيه في الصدر، جاله ازمه بقى قبل كده، بقى بعرف المرض ده احتمالي كله علاقه بالقبل ده. عمل عمليه شال لانج، عمل عمليه في القلب، حاجه زي كده. الدي في تي، ايه علاقه الدي في تي بالصدر يا اولاد؟ بالمنري. ممكن يكون الديسني اللي عنده والتشيست بين اللي عنده لاتن بالمنري امبوليس، هل هو صغير او كبير؟ طبعا الكبير ماسك بالمنري امبوليس ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل صدر. طيب الفاميلي هيستوري برضه بتاع تي بي لانه ممكن معدي، والفاميلي هيستوري بتاع ايه يا شباب؟ الحساسيه برضه، هل في حد بيكون واحد انت شاكك انه ازمه، في حد في العيله عنده ازمه؟ والله ده الوالد وابن عم، خلاص يبقى انت بتساعدك في التشخيص. ده كله احنا ما لطناش المريض، انا بتكلم مع المريض وبحلل الكومبلينت بتاعه، بعمل حاجه اسمها ايه؟ بريزنت هيستوري، يعني بدات من امتى؟ بقول لك مثلا بدات من شهر الحال الكحه دي. طب ايه اللي قومها او ايه اللي جابها لك؟ والله كنت عرضت لي خدت نزله برد. طيب ايه اللي بيريحها الكحه دي؟ كذا. طيب بتزيد بالليل ولا بالنهار؟ والله مثلا بتزيد بالليل او الصبح بدري. طب مصحوبه بسبيوتام؟ والله طب لون بسبيوتام ايه وكميته قد ايه وهكذا. طبعا ده كلام كله نظري، خلينا نخش في الايه؟ في العمل عشان بالنسبه لاولاد برضه يبقى انا عندي الهيستوري، خد فكره عنه سريعا. ناخد بقى الجنرال اكزامينشن، سموكينج طبعا اهم حاجه في الاتشيز. جنرال اكزامينشن انا قبل ما اكشف اللوكال، يعني مثلا انت لو جالك مريض بتاع صدر كح، خلاص عرفت اكشف على صدر، ده بيسموه لوكال اكزامينشن صح؟ بس قبل ما احط ايدي على المريض واكشف اللوكال لازم اكشف ايه؟ الجنرال. ليه جنرال؟ لانه ممكن يكون المرض الصدر منعكس عمل في كومبليكيشن، مثلا واحد عنده كانسر في البرونكاي، برونكوجين كارسينوم، انتقلت في حاجات ثانيه، ده انا عندي دماغي، ده انا عندي الكلى، ده انا الله، نربط الحاجات دي. او العكس، ممكن واحد عنده مرض سيستميك انقلب الى ايه؟ اثر على الشيست. يعني ممكن كده او كده، واضح يا ولاد الكلام؟ طيب، هل ايه الحاجات المهمه عندي؟ نمره واحد المنتال ستيت، المنتال ستيت يقصد بيها هنا الاورينتيشن بتاع المريض، يعني المريض فايج واعي ولا كوماتوز ولا طب ايه علاقه ده بالشيست يا اولاد؟ صح لو عنده ريسبيراتوري فيلير صح ولا مش صح؟ لو دخل في حاله ايه؟ كرونيك ريستراكتيف بالمر دي سي بتأدي في النهايه لايه؟ ريسبيراتوري فيلير. فلو دخل في ريسبيراتوري فيلير تلاقيه ايه؟ متلوخ مدايخ. وفي اي فيلير يا اولاد ممكن يبقى فيه نفس الحاجات اللي هو السيمي كوما كده او كوماتوز او دراوزي، ويكون كمان عنده حاجه اسمها فلابنج تريمورز، هتلاقيها ممكن مكتوبه هنا برضه. ايه اللي تريمورز ده برضه نعملها لك؟ مش عارف انت خدتها ولا لا؟ تعالى هنا احمد بعد اذنك. مد ايدك قدام كده خلاص، اعمل اكستنشن، افتح صابعك، افتح بص كده على الاخر. هذا المريض يا ولاد بنعمل له ده تيست اسمه ايه؟ فلابنج تريمر اللي كتبوه عندكم بتاع الفيليرز، اي فيلير ده لو المريض لو عنده هيباتيك فيلير تاخدوه السنه الجايه ان شاء الله، لو عنده هارت فيلير في النهايه، او عنده رينال فيلير، او عنده ريسبيراتوري فيلير، تلاقي دي بتعمل زي ما مش قادر يسلبها. شوف هو عامل هو سالبها كده، عمل لك اكستنشن وفتح تقع منه كده، وجعتها منه كده، معناها بيسموها ايه؟ فلابنج تريبل، كانها بترفرف كده. ده بنعرف ان عنده احتمال يكون عنده فيلير. ايه الفيلير ده؟ والله تبع السمتم اللي قدامي، واضح بتاع الصدر يبقى حاجه في الصدر، واضح في الليفر يبقى حاجه في الليفر، في الكدني وهكذا. فهمت يا اولاد؟ ده تيست ايه؟ له علاقه بالمنتال ستيت. منتال ستيت مع التريمو، فلابنج تريمو. عرفت بنعملها ازاي؟ وريت كده بعمل اكستنشن، وبعدين بعمل اكستنشن لصابعك يبقى بفتحهم او تستريشن كده، تلاقي ده مش عارف يسلوب. الاسلوب ده كده بقول لك مش قادر تقع منه خلاص يا شباب. ده تيست جميل شخص فيه الفيليرز، اي فيلم اي فيلم. طيب نمره اثنين الايفيدنس اوف توكسيست. انا ببص في وش المريض، مريض بصه توكسيك ولا لا؟ توكسيك يعني ايه يا اولاد؟ عنده مثلا كرونيك انفكشن، عنده كانسر، تلاقي المريض وشه فلاشن، عنده ايه؟ وركينج الى ديزاين، عنده مثلا ماد اكسبريشن، ده اسمه توكسيك لوك. يبقى ايه تظهر مثلا في امراض السرطان او امراض الكرونيك انفكشن، تلاقي وش المريض ايه؟ توكسيك. تقول الراجل مريض مريض الى ازاي ده؟ عليكم السلام ورحمه الله. استاذنت منه. طيب معلش مش السلام عليكم. السلام ورحمه الله. طب معاك سلايدات يا طيب خلاص احنا بس الدكتور بنقدر نعمل لنا اوفر سريع. احنا عايزين بس يا دكتور ايه لما نعمل بركشن دكتور نادر، عايزين لما نعمل بركشن الاولاد يعرفوا ليه بنعمل في الخط ده. فانا عايز ايه اللانج فين، مكانها فين، والفلورا مكانها فين، هي والهارت
عشان مثلا ما نقولهم البير ايريا بتاعت الهارد فين مكانها فين ليه فيها دالنس بس كده. لا مش عايزين ماشي اوكي طيب اولاد افكركم الكلام ده انا افكركم بس افكركم بيه على احنا كنا اتكلمنا على السيرفس اناتومي بتاع البلوره واللام كويس فنفتكر مع بعضينا اولاد البلوره احنا قلنا هنرسم نقط فاكرين اول نقطه كان بناخده 1 انش اباف الميديان اند اوف ذا كلافيكل بعد كده بننزل اولاد على البيهايند الميد لاين بتاع الاسترنم قصاد السكند ريب وبعد كده الفورس قصاد الفورس ريب وين عندي يا اولاد في السكس بس قلنا السكس على الشمال تختلف اولاد هيبقى حوالي ايه 2 سنتي منين اولاد بالاسترنم ليه عشان فينا الهارت الديركارديوم هنا والايه والهارت حتى دي بدي مسوي البير اريا يعني خلاص فاكرين اولاد الانفيريور بوردر قلنا هنرسمها بلاين حدوده يا اولاد في البلوره 8 و10 و12 هيقطع الريب رقم 8 فين يا اولاد 100 كلافيكولر والميد اكسل هنا عند كام 10 و12 ورا عند الايه ثوراسك سباين رقم كام 12 تحت الايه يا اولاد سباين او تحت الريب رقم 12 خلاص فاكرين اولاد في اللانج كان بنطلع قد ايه 2 برافو عليكم يعني دول زي ما هم وهنا بدل 8 10 12 هيبقى ايه يا اولاد 6 8 10 برافو عليك خلاص طبعا نفس الكلام رسمين هنا لو 100 كلافيكولر اولاد و100 ايه اكسيلا فانت عشان لما تبقى عامل بركشن تبقى فاهم الكلام ده كله انا عايز اوريك الصوره دي بص يا اولاد هنا هنا اللنج خلصانه وهنا يا اولاد ايه بلوره خلاص كده طب لو احنا اولاد احنا قلنا البلوره انا هسالكم بقى اللنج في ال100 كلافيكولر لاين هتنتهي عند كام هنا 8 اللنج 6 6 10 يا راجل في ال100 كلافيكولر لاين عند كام اولاد 6 والبلوره عند 8 وهنا اللنج هتبقى كام هنا ميد اكزيلري 8 10 ورا 10 و12 تعالوا بقى اولاد انا افكركم بحته برضو ابلاين لو انا عندي فلويد بلورا فيوجن وعايز اسحب خلاص لو انا دخلت اولاد احنا قلنا اللانج هنا في الميد اكزيلري لاين بتخلص عند كام اولاد عند كام 8 عند 8 والميد كلافيكولر عند كام 6 خلاص كده طب انا لو جيت دخلت فوق الستة يعني في الفيفث انتركوستال سبيس هنعمل انجري لللانج ولا لا هنعمل انما لو دخلت تحت السكس ريب يبقى انا دخلت فين اولاد في البلوره كافيتي صح يبقى انا اقدر اسحب ممكن ادخل لغايه كام اولاد والسبعه يبقى المكان اللي اقدر اخش فيه يبقى السكس انتركوستال سبيس والسيفنس انتركوستال سبيس ليه عشان ده اللنج خلصان يبقى احنا قلنا في الميد كلافيكولار هتنتهي عند كام يا شباب عند 6 والبلوره عند كام 8 يبقى انا عندي السبيس رقم كام يا اولاد 6 و7 اقدر اخش منهم وانا مطمن ان انا مش هعمل انجر لمين يا اولاد اللنج واقدر اسحب الايه الفلويد بتاعي فهمتونا يا اولاد يبقى دي الفكره وشايف السبيس اظن واضح بين ده وبين ده خالص وانتم ان شاء الله عليكم عارفين عارفين النقط اللي احنا ايه اتكلمنا عليها انتيريور بوردر ها انفيريور بوردر والبوستيريور بوردر دي الرايت لانج يا دكتور نادر اه ده الميدل لوب اللي هو شايفينه يا شباب الميدل لوب طبعا ابر لوب دي اللي يهمنا اللور لوب ليه بقى اللوبس مهم علشان مثلا واحد جاله لوبر نيمون ايوه يبقى تعرف الشفته بتاعتها تبقى فين تعمل بركشن فين ده اللي يهمنا ماشي اتفضل وطبعا بالنسبه كمان هم عارفين سيرفس اناتومي عارفين ان في مسافه اللنج هتنتهي هنا فاهم هم عارفين في ال100 كلافيكولر عند كام اولاد اللنج 6 والبلوره تمام هنا ميد اكسلري 10 برافو عليكم وبصيروا لي 10 عرفت انا لو دخلت فوق هدخل في اللنج والبلوره نعم دخلت هنا هخش فين اولاد في البلوره بس خلاص قلنا ورا 10 وكام اولاد 12 طيب ثانية واحدة دكتور نادر عشان بس نربط الأمور ببعضها يعني اللنج بتنتهي عند 10 ها؟ اللنج من ورا عند 10 طيب والديافراجم فين؟ الديافراجم إيه؟ لا ما الديافراجم هنا أنت أنت بتتكلم عن الديافراجم الديافراجم إحنا عندنا فيه هنا في كوبلة أيوه يمين في كوبلة شمال وهنا السنترال تندر اللي بيبقى هنا ما فيش له صورة؟ يعني مثلا عند 11 كده ولا 10؟ مع الاكسبيريشن يوصل لفين؟ بالنسبة ايه للدايفراجم يعني؟ ما هو الدايفراجم هنا بناخد بالنا ان هو يعني حتى كمان بنخاف لما بنبقى نيجي نعمل نشتغل هنا على الكدني عند 12 ممكن اعمل انجري للدايفراجم في المنطقة دي وللبلورة كمان طيب يعني انا بعمل بركشن خدين بالكم يا شباب
اعمل عند 10 كده اتوقع الدفراج، اتوقع دلنس. صح ولا لا؟ ايوه اتوقع دلنس. الدلنس مش من الدفراج نفسه، ولكن من الاورجن اللي تحت. المهم انا بعرف الليفل بتاعه، فبعد كده بعمل المريض ياخد اكسبيريشن جامد هيرتفع شويه، صح؟ ياخد انسبيريشن جامد هينزل، صح. يبقى الدفراج عمال ايه؟ يطلع وينزل كده. الحته ده هي حوالي 5 6 سم ديت بيسموها تايدل بيركشن. بيسموها ايه؟ تايدل بيركشن. شفت فين يا دكتور هادر بقى اللاند انت شايفها كده؟ طب احنا نعمل بيركشن، بيركشن فين يا اولاد دلوقتي؟ بصوا معايا كده، لما كان هعمل بيركشن فين؟ هل هاجي على السكابيولا كده مثلا من ورا؟ هاجي على السكابيولا ينفع؟ لا ده هيبتدي ضل خالص. هل هاجي هنا؟ هل هاجي على العمود الفقري؟ لا طبعا. يبقى بعمل احسن حته فين؟ انت سكابيولا. ما بينهم. شفت الحته عامله ازاي؟ فين بقى اهي؟ اهي كده. صح ولا مش صح؟ بمشي انا كده. همشي هنا وممكن اجي شويه كمان هنا تحت السكابيولا. برضه همشي هنا، شفت المكان ده ولا لا؟ لو في السبيس دي بين الضلوع، مش على الضلوع نفسها، بين الضلوع همشي، وبعدين ممكن اخد كمان حته هنا. يبقى ده فهمنا كويس ان احنا ربطنا الموضوع حتى على الاسكالتيشن. نعم. حتى في الاسكالتيشن. حتى في الاسكالتيشن نفس الكلام. تيجي يحط السماعه هنا طبعا غلط، لازم يحطها في اللمبه في نفس العماد. يبقى احنا كده ربطنا الاناتومي بالكلينيكال، عرفنا هنمشي فين؟ بيركشن والاسكالتيشن، عرفت الاماكن ولا لا؟ ومش كده بس، والتكتايل فوكال فريمتس اللي بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الصوت المحسوس، صوت الكلام المحسوس. احط ايدي كده، احط ايدي فين؟ اهو بقى كده 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 اهو وبعدين كده نفس الكلام. واضح يا باشا من بره؟ انت جبتها من قدام؟ فندم اه خدت منظر قدام تاني عشان بس نربطها من بعض كده، عشان ايه؟ لابنا قدام دي قدام من اللاتر. لا برضه دي جانبي شويه دكتور يعني ما سي ما دي ماشي حد اه ايوه تمام تمام. الغرب الظاهر فيها هنا لا طبعا. الخطوط بتاعتنا هيبقى ايه يا راجل؟ انا مش مشكلة هو هنا يعني احنا هنا جايبين هنا الحمد لله الكارديك نوتش هنا علشان لا هذه اللي بعديها كويسه، بس عايز اوريهم احنا ازاي بنعمل. بس دي اسمه يا ولاد الميديك لافيكرا لاين، صح؟ ميديك لافيكرا لاين. انا بمشي اه ادي كافيتر نصه تقريبا يعني. بمشي فيه كده الخط اللي بمشي عليه. صح؟ ده بتاع البركشن والاسكالتيشن والتكتال فكره فيهم. عندي خطوط. يبقى عند الخطوط اللي قدام اسمه ايه؟ ميديك لافيكرا. واللي ورا اسمه ايه؟ انتر سكابيولا. انتر سكاب بين الاثنين، واحد يمين وواحد شمال، ولا على العمود الفقري نفسه ولا على السكاب، ما بين الاثنين. احنا بنديهم كمان ميد اكزيلري. خلاص طبعا في بعد كده خطوط، ثلاث خطوط ثانيه اللي هو انتيرور اكسلري والبوستيرور اكسلري والميد اكسلري. دول ينفعونا برضه في نمشي عليهم عشان نجيب اللاترال لاين، نعرف نجيب اللاترال، نجيب تروبس يعني. عايز الدكتور نادر بعد اذنك بقى تورينا التروبس يعني، ولا مش كاش هنا؟ لا مش استومك ولا لا 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 بس انا بس انا طب ما المكان اقول لهم اعمل اللانج وبتاع مش عارف. طب خلاص مش مشكله. هو عليهم الباراسنتيسيس والحاجات دي ولا مش عليهم؟ لا 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 ان شاء الله في الكلينيك. لا هو بس عشان البركشن والاسكارتيشن والتكتال بكره برمتس يعرفوا. طب في حاجه مع الهارت؟ الهارت مع الصوره مع الهارت مع اللانج؟ لا لا اللي قدام كده. لا ما ده في السكشن طبعا. طيب خلي دي بعدين دي توضح هات يا دكتور ندى مش كده توضح اللي احنا عايزينه هنا. الهارت اهي يا اولاد في انهي اماكن كده؟ لفت على اللفت اللي تتقصص هي بين والفورس والفيفس ممكن يعني فورس فورس انتر كوستر والفيفس انتر كوستر. الله ينور عليك. ممكن ناس تحت الريب بتاعت اربعه بخمسه يبقى كده الفورس وخمسه وسته في الحته دي. هو يا ولد مش مغطاه بالايه؟ ايوه ايوه بيسموها البير اريا. ممكن تجد فيها دلنس. ايوه صح ولا يبقى اللانج هنا مخبط عليها تديني ايه؟ ريزونانس. لكن في الحته دي ممكن ايه؟ دلنس اللي هي الكاردياك دلنس. لازم نفهم من المكان احنا ماشيين عليه. وبرده هنا الليفر مش موجوده في الناحيه دي؟ الليفر تحت. الليفر انتوا عارفين كده تحت الحجاب الحاجز في الحته دي عند مثلا الضلع الخامس كده. برده اتوقع الدلنس بتاعه. ليه؟ اما اعرف الباوندر، اما اعرف الحدود الخريطه بتاعتي ما اخبطش في الغلط. اخبط اقول له يا دكتور ده اللانج. طب تمام. اقول له ده هنا في دارنس يا عم. الدارنس من الليفر ما دي طبيعي يا حبيبي. اصل دارنس في تشيست يا ولاد معناها ايه؟ معناها في اما فلويد او ماس. متأكد صح ولا مش صح؟ فلويد او ماس يعني الراجل ده عنده مثلا اما مثلا اوبر ريمونيا عنده بلورا ديفيوجن عنده تيومر عنده حاجه مش سهله. فانت ما كنتش فاهم النورمال، عشان كده بنصر نجيب حد من الاخوه بتوع الاناتوم يساعدنا يوضح لنا ايه النورمال، ايه حدود النورمال، الدلنس هتبقى فين والريزوننت هيبقى فين. حتى ممكن اخليها طب الصوره دي يا دكتور بدل بعد دي ولا هنزل؟ لا الصوره اللي قبل كده اللي هي الصوره اللي هي الفرانت بس ده. لا لا تمام. يبقى فين الضن هنا يا ولاد دلوقتي اهي؟ حتى دي فيها ضن صح؟ لما بقيتها يبقى ايه؟ هيبقى يبقى انا عندي الخط اللي همشي عليه ده اهو ده كده الميديك ليفل. ممكن امشي على التيرور اكزيلري او الميد اكزيلري برضه للبركشن والمسكر. اتفضل. جابك الصوره الثانيه؟ لا خلاص ما كده تمام. اه تمام.
حد عنده اي سؤال يا اولاد؟ شكرا. تذكرتوا الاناتومي؟ طبعا. اللي ينفعنا في البركاشن والاسكالتي. هنا بس لو حضرتك زي ما انت شايف الريليشن هنا بالنسبه ريليتد للليفر هنا يعني ادي الدايفراج ما هو ريليتد بالرايت لانج والليفت لانج وهنا طبعا زي ما انتم عارفين الليفر والاستومك والسبلين زي ما احنا اتكلمنا على الدايفراج يعني الفكره هي تبقى في الحته دي كده صح؟ اه اللي هي ايه؟ فيها الهواء يعني بتبقى ايه تنبنك التخبيط بتاعها انا اكثر من ريزونال زي الطبله كده صوت ايه؟ لانه في هواء صوت واضح زي الطبله تنبني تنبني واخدين بالكم في الحته دي تنظر كام الضلع كام يا ولاد؟ احنا بنخبط ما بين الانتيريور اكزيلر والميد اكزيلر في 9 و10 و11 في الحته دي لازم يبقى ريزونانت معناها ان في هواء يبقى الحته دي مظبوطه لو تحولت الريزونانت اللي ضل في مشكله مشكله مين بقى دكتور نادر يقول لنا؟ من الباوندرز بتاعتها اما من فوق واما من تحت واما من لاترال لاترال ممكن الاسبرين يخش يعني يغطيه يبقى اصبحت اسمها سبرينج زارنس صح ايوه في السبرينج سبرين اهو ايوه تمام وادي الليفر اهو او حاجه ماسكه في الحته دي يعني بكره تعرفها في الكلينيكال بس احنا بنقول لكم اهميه التروبس يعني يمكن اهم اكثر في الابدو من الاكزامينيشن ولكن من جت سيرتها فاحنا نعرفها لانها جايه في الصدر برضه في البركشن بتاع الصدر ممكن حد عنده اي سؤال في الصدر؟ شكرا لك انت عطيه تعال 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 مثل مثلا كرونيك كولاجين ديزيز هذا معنى توكسيك تلاقي وشه ظهر عليه المرض وشه فلاشنج وركنج الينزات شوف انت عيال كده يكون عنده ديسني ازمه جامده تلاقي الينزات بتاعته عماله ايه؟ شو اسمه؟ الينزاي دي كده ايلا الحته دول من الايلا نزاي دي بتاعت اللي هم الحتتين دول من الهند ايوه ايلا بس ايلا ايه؟ زي المخزن بيكون في حصان بيجري جامد بتلاقيه ايه؟ دي بتحركه جامد ايوه ايوه صح هذا معنى هي واحد يعني عنده هي عنده مشكله عنده ديسني عنده مشكله طيب نيجي بقى بعد كده ببص للوش المريض يا اولاد بشوف فيه سيانوزس سيانوزس هو ايه بلوش ديسكلاريشن اوف سكن ده ميوكاس من بدري ليه لانه ريديوس هيموجلوبين زاد او الاكسجينيشن اوف ذا بلاد كان صح ده بيسموها والسيانوزس عندي حاجتين عندي بريفرال وسنترال المريض بتاعي بتاع الصدر اللي يهمنا فيه يا اولاد السنترال معانا محمد اهم حاجه عندي الاس والسنتر فيها مكانين بشوفهم فين سنتر يعني مركزي اشوف في الليب كده لها مزرقه واما اشوف الافضل منها تحت اللسان طلع لسانك مثلا بره ويقلبه كده طب بشوف تحت اللسان كده اهو هل اللسان اندر سيرفيس بتاعه بلوش ولا دي اسمها سنتر سينوس وسموها سنتر ليه لانه مهما يكون جسمك سخن مش هتتغير يعني معناها الدم بتاعك في مشكله والدم بتاعك فيه مشكله ليه مش متاكسد كويس ليه والله اما المشكله من القلب واما المشكله من اللانج اما المشكله من القلب بس واحد عنده سيانوتيك كونجنيتال هارت ديزيز اسمع انت عنه كده ولا ايه واما المريض عنده مشكله في اللانج اللانج اللي هي بتاكسد بايظه اما فيها فايبروزس واما حتى كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز يبقى الماكينه ديت او الماكينه ديت فيها مشكله والمشكله عامه ايه دليل ان هي عامه لما بصيت في السنترال في لسه الدم ازرق معناها الدم مش متاكسد فهمت يا ولاد سنتر السينوس بشوفها فين؟ الافضل تحت اللسان لكن تجاوزها لو شفتوا كتاب بيتس هيشوفها في الليب كده انر سايد من جوه كده مفيش مشكله خلاص بس دي يعني ما بتهمناش جامد الليب لانه بعض الناس عندهم ديسكلاريشن بعض الناس اللي بيدخنوا تلاقي الليب من عنده اصلا بلاك شويه لونها متغير او بعض الامراض بحسب فانت ما تعتمدش عليها جامد احسن مكان تعتمد عليها هو الايه؟ اندر سايد بتاعتك هذا السينوس اما البريفرال سينوزيس ايه الفرق ما بينها البريفرال المريض الدم بتاعه اتعرض للتبريد تهويه صح فهو من بره اصبحت يعني غير السنتر فممكن يكون دمه كويس ما فيش فيه مشكله بس البريفر ما بوصلوش دم كافي ما بوصلوش دم زي مثل الهارت فيلير مثل الهارت فيلير الهارت فيلير هو شغال بس ما بضخش الدم كافي فما بيوصل البريفرال بيكون ايه بيكون مش كافي في قليل فالريديوس هيموجلوبين بتاعه بيزيد هذا معنى بريفرال ومعنى ايه يا اولاد سنترال سينوس احنا مش هنخش في التفاصيل احنا عايزين نخش على العمل بس يبقى انا شفت السينوس فين طبعا البريفرال السينوس بتشوفها فين في التبس بتاعه الفينجر كده شفتوا انتوا في الشتاء من ناس كتير تلاقي صوابعهم ايه ازرق
طب وانت ما عندكش مشكله ولا حاجه عشان بازو كونسيبت برضه نفس الفكره ديزيوز دي اكسجينيشن ديزيوز اكسجينيشن اللي هي للتش ده اسمه بريفرال سينس ولكن السنتر زنين دي مع الهارت فيلر لما ديت مع كونجنتال سيمتيكال ديزيز او الماشينه بتاعت اللنج اللي بتهكسد الدم بايظه مثل عنده سي او بي دي واضح يا جماعه بعد كده نبص على فينجر كلابنج بص الصوره ديت يا اولاد فينجر كلابنج يعني مخله صح شكل ايه اللي انتم ملاحظينه في الضفر ده يا شباب وفي الضفر ده اللي انتم ملاحظينه كريس في الكيرفتشر يا اخي حسين المخله مش هكل. بص لضوافرك انت كده هتلاقيها ما شاء الله ايه الكيرف بسيط صح وبعدين لو انت مديت صوابعك كده اهوت هتلاقي في زاويه صح ولا مش صح زاويه ما بين الضفر وما بين ايه بقيه الصابع ممكن تبقى مثلا 170 صح بس مش مستقيمه كده 170 يبقى في زاويه الاول خطوه من خطوات الكلابنج دي فيلنج بتاعت الزاويه دي تستوي نمره 2 يزداد الكيرفتش ايه معنى ايه اللي حصل هنا حصل بريفريشن للتيش ليه نتيجه الكرونيك ديزيز مثلا كرونيك سابيوريشن او كانسر او سي او بي دي مرض مزمن اثر برضه في الاكسده او في توكسينز بوظت الايه حديد ما تصل لمرحله متقدمه اسمها درامستيك درامستيك ابيرنس عامله زي عصايه الطبله ها عصايه الطبله ببقى عصايه واخرها كده حاجه كده ده برضه دي اخر مرحله من الكلابنج انا هي تحل الكلابنج ايه علاقته بالصدر انا بقولها الكلابنج علاقته بس معناها مرض مزمن طب خطير ولا نعم خطير ليه خطير ده ممكن يقول لي هنا والله الراجل اللي عنده كرونيك سيفيريتي في لانج ديزيز عنده لانج ابسس برونكيتس من زمان عنده كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز عنده كانسر فهمت يا اولاد فانت ما تبص كلابنج مع شوكه في التشيست بفكر في مرض خطير وليس سهل ومرض مزمن لان الكلابنج ده ياخد سنوات عشان يندفع برضو عشان تعرف له كلابنج حط ايدك كده يا اولاد كل واحد يعمل زي كده كل واحد يعمل كده في زاويه ولا ما فيش زاويه في لو ما فيش زاويه يبقى انت بدات في الكلاب بس خلي بالكم في ناس فاميليال والناس عاديه كده عشان بس ما في ناس كده في ناس يعني سبحان الله ما مخلوقين كده ما فيش زاويه عندهم بس بص كده انت في زاويه يبقى انت سليم الحمد لله يبقى في زاويه خلاص خلصنا من دي هذا الكلابنج مع الصدر طيب بعد كده احنا قلنا التريمر صح قلنا التريمر بعد كده السكن ليجنز شوفها دي بعدين الجنرال اللارج الليمف نود وانا بعمل جنرال يا اولاد بشوف الليمف نود طب واحد يقول لي كده ايه علاقه الليمف نود بمرض في الصدر انفكشن انفكشن في الصدر ما يسموه زي تي بي صح ايه تاني ممكن يكون هنا ممكن يكون مرض في الليمف نود وموجود في الصدر زي ايه الليمفوما صح وبقى فيها الليمف نود كده متضخمه في الجسم كله وبعدين الليمف نود اللي في ميدياستاين الليمف نود متضخمه برضه يبقى المريض هيشتكي لي من الم وبيشتكي لي من كحه جافه و و الى اخره مفهوم ولا فانت ما بتفحص الليمف نود الجنرال ده جنرال زي ما هو بس له علاقه ولا مش له علاقه انت قلت احد احتمالات اما كانسر واما تي بي على سبيل المثال طبعا في حاجات كتير بس انت في سنه ثانيه ما درستش ميديسن انا بنقول لك يعني حاجه تقرب لك الموضوع على قد اللي انت درسته يبقى الليمف نود جنرال لها دور طيب بعد كده بشوف الريسبيريشن بتاع المريض ببص له بشوف الريت بشوف الريسك بشوف الدبس بشوف نوعه هل شانه ولا ديب لانه كل حاجه لها حال فاكرين مثلا في مرض السكر اللي هو الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس كان الريسبيريشن ايه سريع وايه هو ايه وشانه صح بيسموه ايه كوزمر ريسبيريشن هذا على سبيل المثال وهكذا انا بشوف التنفس المريض الانسان العادي بيتنفس تقريبا كام يا اولاد في الريستنج 18 من 14 الى 20 صح اكتر من كده بيسموه ايه تاكيبني اقل من كده بيسموه ايه براديبني زي البراديكارديا والتاكيكارديا نفس الكلام طبعا بوصف النفس بتاع لان برضه طريقه النفس هل هو ديب ولا شالو هل بيتوقف ولا لا وهكذا ده بيديني فكره عن المرض بتاعنا الموجود طيب البودي بيلد وزن المريض هل وزن المريض ممكن كله علاقه بالمرض التنفسي يا اولاد ازاي السمنه تعمل ايه تعمل ديسني صح ده مرض اسمه بيكويكن سيندروم درستوا عنه ولا ما درستوش عنه بيكويكن سيندروم السمنه نفسها تعمل كرشه نفس وديسني تخلي الواحد مش عارف ياخد نفسه تلخبطك يا رب ده عنده القلب ولا عنده صدر ولا هو عنده قلب ولا عنده صدر بس عنده ايه وبس على سبيل المثال العكس لو واحد عنده كانسر في الصدر الوزن بتاعه يعمل له ايه الوين طيب حاجه ثانيه لو واحد عنده سي او بي دي وانقلب كوربا المونيه ايه اللي هيحصل اديمه اديمه في رجله وزنه ايه عايز شفته بقى يبقى انا شفت المنطق بتاع الطبيب جميل يعني عنده كده زي كمبيوتر بيفكر بيبرمج الحاجه بالحال يبقى زياده وزن المريض لها ممكن مشكله هي تؤدي لمرض في الصدر
قله وزنه ممكن تديني امبريشن مع التوكسيك لوكنملوك عليها مع فقدان الشهيه مع ما بنامش في سويتنج بالليل عرق بالليل مع التوكسيك فيشز اشك ان عنده كاست مع هيموبتسيس طلع بلاد كمان ثلاث حاجات كده اجمعهم واشك قبل ما يموت المريض لسه ما كشفتش عليه بدي احتمال ان عنده كاست او عنده تي بي مرض خطير واضح يا شباب طيب بعد كده البوزيشن واضح المريض المريض ما شاء الله عليه نايم اهو صبعين بس في يعني رافعين الهيد شويه بعض المرضى في الصدر ما يستطيعش ان ينام الوضع ده ما يستطيعش زي مثلا مرض الازمه جربوا كده كل واحد عنده ازمه يقول له نام كده ما يعرفش ينام صح مريض الهارت فيلير بيجي ينام كده ما يقدرش اسمه سموها ايه زي ما بيقول احمد ارسوبني مش كده ارسوبني يعني تيجي الديسنيا لما يبقى صبعين تستريح لما ايه يجي ليه يا اولاد حد يعرف ليه عشان فينا سرتين ما بتنام فينا سرتين ايه يزيد صح تاثير الجرافيت بكل فينا فلو كان قلبك تعبان تتعب يظهر عليك كرش دم يحصل كونجيشن في اللنج يحصل كرش دم هذا بيسموه الوضع ده اسمه اورسوبني واضح يا شباب طيب يبقى وضع المريض بقول لي مثلا علاقه على سبيل المثال مريض سي او بي دي انت ادخل كده على في قسم السطر شوف مرضى سي او بي دي قاعدين ازاي ما ينامش كده ابدا لا قاعد على حرف السرير كده كده وحاطط ايدين كده يا اولاد على ركبه كده سبورت او على الترابيزه قدامه وبعدين ليننج فورورد ليننج فورورد ويجي يتنفس يقفل الشفتين اسمها بيرسين عارفين الحركه دي بيعملها ليه؟ عشان يزود الضغط داخل التراكيب ما تقفلش لان عنده اوبستراكشن طب انتوا عارفين الكلام ده صح ولا مش صح؟ بتاع سي او بي دي بيعمل ازاي بيتنفس ازاي؟ بيقفل ما بيطلعش بسهوله لو طلعها تروح الايه البرونكيال تري بتاعته قافله واضح معايا سواء عنده انفيزيما سواء عنده ايه كرونيك برونكاي فهو بيزود الضغط بيطلعه بالراحه مع ايه شوف بيعمل ازاي ده وضع مثلا وضع مرضى ايه مرضى ماشي يا شباب طيب احنا وصلنا فين الكونكشن ما فيش مشكله يبقى عرفت البوزيشن بتاع المريض بتديني فين يعني انت مثلا بتخش على المريض كل مريض له حاجه بقى يا اولاد مثلا المريض لو ماسك نفسه كده يبقى عنده حاجه في بلوريس ولا حاجه او عنده فراكشر ريب مثلا يعني على سبيل المثال تقول له المريض مثلا تخش عليه وضع تاني مثلا واحد عنده سندروم فراكشر ريب او عنده تروما في الحته دي عايز يثبتها مش عايزها تتحرك يقوم يعمل ايه ينام عليها جيب يقول لك لا 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 سيبنا المستريح كده بدوك امثله طبعا ده كله يعني ايه الديتيلز بتاعتها ان شاء الله تعرفها في الكلينيكال قدام بس احنا بنديك فكره ازاي كلمه بوزيشن وضع المريض بقول لي عليه مثلا بعد كده لو مثلا مريض الرينال كوليك مثلا بيبقى عامل ازاي داخل كده كل واحد كل مريض المننجايت بتخش بكده ودي هايبر اكستندد النك بتاعه وبعرف انه تيجي تتني رجليه تتني رجليه يحصل له مشكله كبيره جدا فوضع المريض اللي جاي لك بتقول والله المريض عنده كذا احتمال يكون عنده كذا واضح يا ولاد؟ طيب كفايه كده على الجنرال ونخش على الايه؟ طبعا بص المريض ده يا ولاد كمان ده عنده ايه؟ انتم ملاحظين عنده ايه؟ توكسيك في توكسيك ودي كمان في سينوس وتلاقي بيرسن اللي بقول لك عليها مش بيطلع النفس كده بس مزلي كده لا ده بيقفل النفس ليه بيقفل النفس عشان يرفع الضغط ليه بيرفع الضغط داخل التراكيا والبرونكيا عشان ما تعملش القناه حتى بيسموه ايه بينك بافر اظن بينك بافر هو ده البينك بافر بينك بيقولوا بينك بلوش يعني عنده سيانوزس بافر بنفر النافخ الازرق بينك بافر خلاص يا ولاد؟ على ايه؟ على الشكل يبقى انا كده قبل ما اردت المريض والله اخذ فكره عن الوضع والله احتمال يمشي كده ده ماشي اوبستراكت ده ماشي تروما ده شكله توكسيك عنده مرض مزمن هاخد بقى الهيستور من كام من مده بقى لها قد ايه بتزيد بايه؟ هلم الموضوع طيب نيجي بقى للوكال اكزامينشن هو المهم يا شباب اللوكال اكزامينشن طبعا اوعى تنسى تقف على ايه يا اولاد على يمين المريض بس دي حاجه مش مقدسه مش حاجه في العلم مقدسه انا هقف على يمينه اهو ده افضل وضع متفقين عليه العلماء في الفقه ولكن لما اجي اعمل انسبكشن مهم ما ينفعش كده الادب تقف كده عند رجل المريض عند الفوت بتاعه وتعمل كده صح ولا مش صح؟ هنا الادب بقى تقدر تحكم انا بحكم ايه؟ بقارن يمين بشمال صح؟ بكرر موفمنت بموفمنت. هل اجمل متحيز جاي لما تصف ولا في النص؟ في النص. القاضي يقف فين؟ في النص. فهمت يا شباب؟ فانا صحيح بفحص هنا الانسبكشن بعض الانسبكشن والبربيشن والبركشن بعمله انا هنا ولكن لما اجي كومبير لازم ايه؟ لازم اقف في النص. خلاص؟ اول حاجه احنا بنشوفها ايه بقى؟ طبعا بتحدث مع مريض والكلام ده هو ايه اللي احنا هنشوفه؟ بص احنا قلنا الكلام ده
اول حاجه يا اولاد انا هعمل لكم التشيست هنقسمه جزئين مش عارف انتوا درستوه ازاي بس الطريقه الصح اللي هي الحديث اللي تفحص التشيست هتخلي المريض نايم صبين كده هعمل انتيريور تشيست كامل الانتيريور واللاترال تشيست ايه كامل انسبكشن بالبيشن بركشن وسكالبرز وبعدين احول المريض يبقى سيتنج او سيمي سيتنج اكتر شويه هاتي تكن اهو على العلم ده تعالوا قدام شويه ليننج فورورد ده الوضع بتاعه وبعمل بوستيريور تشيست عشان كده خلي الدكتور نادر وراكم صوره البوستيريور وصوره الانتيريور ده برضه هعمل ايه زي ما انا عملت هناك يبقى ايه انسبكشن بالبيشن بركشن وسكالبرز دي الطريقه الصح والحديثه تبع الكلاب بيتس الامريكان احسن الكتاب في الكلينك بعض الناس يعمل ازاي مثلا انسبكشن هنا وخلص وانسبكشن من ورا وبعدين يرجع ينام قاعد المريض ثاني بالبيشن هنا ويرجع هل ينفع؟ ايه رايكم انتم بقى؟ خلص الحاله الوضع اللي انت فيه خلصه كامل وبعدين ارجع دي السكيما بتاعتنا احنا هنمشي عليها طب احنا هنبص على ايه يا اولاد؟ نمره واحد الشيب بتاع التشيست والديفورميتي ولازم تكون عارف اناتوم الشيب بتاع السيستم بتاعنا هل هو مدور كده يا اولاد ولا كده؟ هل يعني اوفل كده صح؟ الدايمتر كامل كام تقريبا؟ يعني الانتر والسيرر واللترال؟ 7 الى 5 الله ينور عليك نسبه كام يا شباب؟ كده مش كده الشيست بتاعنا كده؟ يعني فلاتن كده مش كده لو مدور يبقى في مشكله لو مدور كده في مشكله صح؟ يبقى ده الشيب بتاعه بشوف له والله ده لا شكله عادي اللي هو ايه النورمال الشيب بتاعه بقول عليه نورمال طيب بشوف بعد كده هل في ديفورميتي؟ يعني في حاجه مش طبيعيه؟ يعني مثلا هل دي بلجنج شويه؟ هل دي نازله؟ في حاجه اسمها ديفورميتي والديفورميتي دي يا اولاد ممكن تبقى سيمتريكال ممكن تبقى اسيمتريك يعني ديفورميتي سيمتريك يعني زي بعض في الناحيتين اسيمتريك يعني في ناحيه واحده بس هوريكم بعض الصور مثلا اللي هتشوفوها دلوقتي بصوا كده فوق يا شباب ايه رايكم في التشيز ده؟ توصفه ازاي؟ عامل زي ايه؟ برد صح؟ مش منفوخ شويه كده مدور مش مبطبط مدور صح يا شباب؟ مدور اهو ده عامل ازاي؟ طب ايه رايكم في التشيز ده؟ مبطبط لا ده بيجن تشيست ايه البيجن تشيست يعني صدر الحمام ده مع ايه المريض ده كان عنده ريكتس وهو صغير كان عنده ايه لين العظام مع حركات التنفس الشكل اتغير الاسترنا طلع لقدام والكوستو كوندرال جانكشن اتلاقى ديبريس لتحت تديني زي صدر الحمام بيسموها بيجن تشيست هذا شكل غير برضه غير طبيعي يا شباب صح ولا مش صح؟ هذا صدره جه طلع لقدام اهو الكوستو كوندرال دخل لتحت هذا منظر برضه غير طبيعي ده في شيء مختلف شيء ثاني بصوا للصدر ده يا اولاد كده ايه رايكم في الصدر ده هل الناحيه اليمين زي الشمال لا ايه اللي ايه اللي فيها ايه في اسم متر نمره واحد نمره اثنين مين اللي ديبريس ولا مين اللي اليمين ديبريس صح كلمه ديبريس تكتبها عندك خد لك معلومه لان ديبريس معناه انه في كولابس انه في فايبروزس في عندنا مشكله شايل حاجه شايل لانج هذا معنى ديبريس لانج اللنج بتاعته او الصدر بتاعه ولادي نازل متطبق يبقى في حاجه طبقته وحاجه شدته فيبروزس كولابس حاجه خطيره مش حاجه سهله يكون الشكل ده شفت الشكل طب ايه رايكم في الراجل ده يا شباب الصوره دي بلجنج بلجنج ناحيه اليمين ليفت ناحيه الليفت بتاعه هو صح مظبوط البلجنج يكتب برده معلومه كده عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي انتوا درستوا الامراض البلجنج ممكن يكون من افيوجن بلورال افيوجن او يكون من ماس حاجه عكس الايه الكولابس عكس يعني دي مطبق معناها اللي تحته فضه هو القفص الصدري مش قفص اسمه قفص صدري قفص وفي لانج فاللانج حوالين اللانج في بلورا البلورا ديت لو اتملت ميه تديني ايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه اسمه ايه بلجن يبقى ده طبعا هل الناحيه دي زي الناحيه دي زي الراجل المحترم ده لا لا بتختلف هنا في بلجنج وهنا ايه في عدم طيب انا صوره بصوا الصدر بصوا الصوره دي كمان يا اولاد ايه اللي انتوا ملاحظينه فيها كيفو سكوليوزيس ايه كيفو سكوليوزيس يعني كيفو سكوليوزيس كده يعني انحناء لاتر ده سكوليوزيس لما كيفوزيس انحناء قدام انحناء ورا اسمه لوردوزيس لورد ها لوردوزيس لورد بتاع زمان فهنا طبعا واحد هيقول طب ايه علاقه الحاجات دي ما هو الحاجات دي ممكن تديني سيمتومز او تعمل لي مرض في القلب تضغط على النسيجة تضغط على القلب تديني مرض هنا يبقى الشيست ديفورميتي اما ناشئه من مرض زي هنا اهو ده ناشئه من مرض مش كده او ده ناشئه من مرض واما المرض نفسه سكوليوزس وكيفوزس عمل حاجه في القلب فهمتوا بقى العلاقه من الشيب اذا ما بص للشيب له معنى عندي كطبيب الشيب بتاع الراجل ده شكله ايه
الشبل المدور ده مع سيانوزس مع فلاش بقول ده سي او بي دي، وانا قبل ما اكشف عليه بقول الراجل ده عنده سي او بي دي خلاص من شكل المريض بس من غير ما اكشف عليه. طيب بص الراجل ده يا شباب كمان دي الفادل شيبت تشيست، فادل شيبت بعض الناس وهم صغيرين مثلا لما يشتغل صانع احذيه او بيصلح عنده حاجه كده يحطها كده، بعض الصناعات يا اولاد تستدعي حاجه حديد كده يحطها مش عارف يعمل عليها ما اعرفش بيعملوها ازاي. المهم هو لسه عظمه صغير لسه طري يعمل له ايه ديبريشن هنا، تلاقي ديبريشن في لوور بارت اوف ذا ستيرنم لجوه، فاداني عامله حاجه زي الفانل. طب ايه ده هتعمله في صناعة؟ ممكن تضغط على القلب تعمل له مش عارف مشكله، تعمل له سيانوزس، تعمل له مرض وهكذا. خلاص يا شباب عرفتوا كلمه الشيب والديفورميتي، اعطيتكم بعض الامثله عشان مش عشان حاجه تفهم الدنيا ماشيه ازاي. هذا معنى الشيب لاهميه الشيب في الفحص. طيب بعد كده الليجنز اوف ذا تشيست وول، انا ببص على صدر المريض بشوف اي مثلا جرح اي تروما اي سيانوزس اي ماس، ببص على كده اول ممكن اتاكد منها بالبالبيشن. تبقى يا اولاد انت بتبص على ايه؟ والله زي ما هوريكم صوره دلوقتي راجل عنده دايليتد فينز، صوره جميله جدا شايفينها ديت يا شباب؟ الفينز عنده كثيره جدا، والفينز ديت دلتنا على مرض خطير عند الراجل ده، عنده سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن. الفينا كيفال عارف السوبيريور فينا كيفال بيجيب الفينا ستريج من الابر هاف اوف ذا بود، طب افرض مقفول. لا. يشوف طريق بديل، الدم يشوف طريق بديل، يلف من بره من عند الجلد ويرجع يدخل تاني. اعرفها ازاي؟ الطريق البديل بقى اترصف وعد فيه حاجات، شفت ادي حاجات. فاذا دي حاجه عرفت مرض في الصدر من حاجه انا شفتها بالشكل. سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن، حاجه نادره بس موجوده. الست دي عندها مثلا كولد ابس. عارف الكولد ابس تي بي ناتج من مثلا عندها كده وهكذا، واحد مثلا عامل عمليه القلب عمليه الصمام هلاقي في سكار وهكذا، هلاقي في ساينس، هلاقي في اللي عنده حاجه اسمها ام بي ام، عارفين ام بي ام يا اولاد يعني؟ ايوه لو الصديد فين في البلور ممكن يعمل لي ساينس كده عمال يطلع صديد وهكذا. فالشيب بتاع الصدر اهم حاجه عندي زي ما قلت لكم الشكل، نمره اثنين الحاجات الاخرى كان في ساينس في سكار في اي حاجه من الحاجات دي. اوكي دكتور طيب نعم الكولد ابسس بس كولد ابسس اهو تي بي ده تي بي تيوبركلس انفكشن بتاع البول تيوبركلس انفكشن بتاع البول اهو. بعد كده يا اولاد عندنا التشيستكس بقى وده مهم جدا زي ما انا شفت عشان اقارن السيمتري والحاجات دي سنتر نفسها كده ايوه سيب نفسك زي ما انا شفت كده الشيب وقارنت كويس خد افتح بقى كوزما افتح بقى خد نفس عميق تنفس 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 ممكن تعمل ديمونستريشن للمريض عشان يعني ممكن ما يكونش عارف تقول له ما ياخد نفس تنفس عميق شويه. انا بعمل دلوقتي انا في خط النص اهو بعمل دلوقتي بكرر الناحيه اليمين بالناحيه الشمال بكرر ايه موفمنت انا شفت الشكل بس من غير موف. بعد كده بشوف الحركه بتاعته هل بيرتفع الصدر قفص الصدر على الناحيتين زي بعض ولا ما بيرتفعش ولا واحد بيرتفع والثاني ما بيرتفعش. هدوكوا على سبيل المثال لو واحد عنده كسر في الريب هنا من ناحيه دي واقف، لو واحد عنده بلوريزي يعني التهابات في البلورال في البلورال كيفت هنا مش هيقدر دي واقف، لو واحد عنده كولابس دي واقف تتحرك الناحيه اللي فيها مرض الناحيه اللي فيها مرض ما تتحركش. خلاص يا شباب هذا معنى السيمتري، السيمتري في الحركه الشيب اند موفمنت. خدنا الشيب وعرفنا ايه انعكاساته على الصدر، بعد كده خدنا بس حبيبي وانا في النص اهو. يبقى ما فيش حد بقى يقول لي لازم ادنا مرزوع هنا، محدش يقول لك لازم ادنك واقف كده، لا لازم تتحرك. ما اجي اقارن بحاجه بحاجه باليمين بالشمال لازم اقف كده اهو خط النص الصح خالص يبقى تنجنشن كده اهو خد نفس اهو الصح. جربوها انتوا في البيت او جربوها على بعض غير ما تقف كده، ممكن اللي مش دقيق او نظر ضعيف ما يلحظش الفرق، لكن عايز تبقى تنجنشن لان عينيك ايه عامله زي الميزان مماس مماس لما خد نفس كده نفس كده خلاص الناحيتين زي بعض وتتحركوا زي بعض. واضح يا شباب الكلام؟ طيب نيجي بقى في حاجه مهمه abnormal retraction of the lower intercostal spaces. حينما يكون الانسان عنده obstruction زي اللي عنده ازمه سي او بي دي يا اولاد بيحصل ايه؟ الاكسترا مسل بتتحرك وبيحصل فيه retraction للايه؟ للور intercostal spaces. تلاقي دولت كده حصل فيها دخول لجوه مع النفس خد نفس المفروض تطلع لبره اهي مع النفس صح؟ لا دي بتدخل لجوه بيسموها retraction. هيسحبوا ريتراكشن سوبرا كلافيكولار هيسحبوا كونتراكشن للاكسترا ماسلز الاسترنو ماسلز لا كونتراكشن. دي علامه من علامات ان الراجل ده عنده اوبستراكشن وعنده ديس. خلاص انا بعمل الشيب بشوف في ريتراكشن لللور انتر كوستال سبيسز ولا سليمه. خد نفس يا ابني بص كده ركز على اللور يا محمد كده
ركز على اللور عشان لما تشوفوا صوره مريض ولا حاجه تعرف اللور سبيسيك خد نفس. هل هي بتدخل جوه الرئه ولا بتطلع مع التنفس؟ تطلع بقى تقريبتها. تمام هو ده المطلوب. لو كان عنده اوبستراكشن يحصل ايه؟ العكس عشان الانتر ابلور الريجن يبقى نيجاتيف عشان عنده سده تقوم تسحب الايه التشو اللي متجوه. هو هتلاقي هنا برضو دخلت الجوه نفس الحكايه ودي تلاقيها في مريض الازمه الجامده ستيتس ازماتيك او اكيوت سيفير ازمه. بص له كده وعندك مريض بص هتلاقي فيه ريتراكشن هنا وريتراكشن هنا وكونتراكشن للعضلات دي معناها ان هذا المريض ايه؟ عنده ديسني وعنده اوبستراكشن. واضح يا شباب الكلام؟ بعد كده البوزيشن اوف ذا ميديا ستايل. الميديا لو بعتكم يقف عند الجزار او بيعرف يذبح بيطلع حاجه اسمها السقط بتاع الحاجه مؤاخذه تلاقي كده التراكيه كده والشعب صح ومعها اللانج مش عارف ايه صح؟ طيب ايه الفكره بتاعتها عشان نفهمها؟ يعني العده ديت اللي هي عده البني ادم سبحان الله السقط بتاعه عباره عن تراكيه كده والشعب مش كده وفي وسطها الهارت واللانج مش هو ده الطقم بتاعنا اللي في الصدر ده كله يا اولاد؟ طيب متى يحصل ديفيجن؟ لما ربنا مسنتره كده انا بقول له مرات لاحظون عمال اقول له سنتر نفسك يعني ما يجيش كده ولا يجي كده لا سنتر نفسك ليه؟ انا هبص في الحته دي يا غالي اجزا محمد ده في الحته دي ببص انا اهو بشوف والله هل في حاجه ناحيه بلجنج عن الناحيه الثانيه؟ انا عندي استرنومستيد هنا واسترنومستيد هنا وما بينهما الاتراكيه ركزوا معايا وما بينهما ايه؟ الاتراكيه. ايه الميدياستال؟ طب وجود الاتراكيه في النص ما بين التو هيدز بتاع الاسترنومستول ده مهم جدا. طب لو جت يمين اسمها شيفت لو جت شمال اسمه شيفت. طب انا اعرفه ازاي؟ انا اعرفه بالنظر والاهم من النظر البالبيشن اللي هنقول عليه بعد شويه. بالبيشن بتاكد ان هي متسنتره حتى في الاكس راي برضه يا ولاد يقول لك سنتر نفسك. لو ما لقيتش عمود الهواء بتاع الاتراكيه ده جاي على العمود الفقري كده قول له الاشعه ده غلط اتعلموها واكتبوها عندهم فاكيد خدتوها في الاشعه. يقول لك لقيت العمود الهواء بتاع الاتراكيه على السنتر. لو جه يمين ولا شمال يبقى المريض مش متسنتر. طالما مش متسنتر يبقى مقاساتك كلها غلط. ما تقول لي ده الدايمتر بتاع الهارت واللانج كله غلط مش متسنتر مش مظبوط الفيلم. برضه عندنا هنا لازم المريض متسنتر وتبص كده وابص عليه ببص الاتراكيه جايه يمين ولا جايه شمال لا. نمره اثنين ببص على الكاردياك ايبكس. انا قلت لكم السقط بتاع البني ادم اللي هو العده بتاعته عباره عن ايه لانج وهارت صح؟ طب اللانج عرفتها منين من هنا؟ عرفتها ازاي؟ ما هي لو في هنا حاجه فيبروزس تخيلوا كده او كولابس ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ الله ينور عليك. طب لو هنا بلورال فيوجن زي ما قلنا الاولاد يبقى اذا مجرد شيفت بتاع التراكيه لناحيه على ناحيه بقول والله احتمالين اما هي بوشت يعني حاجه دفعتها من الناحيه الثانيه يعني زي ميه او ماس واما حاجه شدتها من هنا زي فيبروزس او كولابس. فهمت الفكره بتاعت فالشيفتنج بتاع المديستانم ده مهم جدا وفحصه سهل خالص قلت لكم بالانسبكشن ما بدلش كتير. طب انت قلت لي كده على اللانج طب والهارت؟ طب ما نفس الحكايه على العده بتمشي مع بعضها صح العده الطقم اللي بقول لكم عليه ده هو بيمشي مع بعض صح حاجه دفعته بيمشي فتلاقي يبقى الهارت ببص في مكانه اللي انا عارفه تقريبا في الفيفز انتركوستال سبيس داخل ميديال تو ميديك لافيكولا لاين. ايه الميديك لافيكولا لاين؟ هذا الكلافيكولا لاين نصه يعني تقريبا خط النبل كده. لو الهارت وجدته هنا يبقى العده مشيت كده اذا كان الهارت سليم ممكن يكون الهارت مشي كده في ده المرض مش كده ولا التضخم في الهارت ولا حاجه لفت فينتك التضخم او هكذا ممكن الليبكس جت لي هنا الله يبقى العده دي جت كده فهمت يا ولاد؟ فانا عندي حاجتين عشان اقول مديستاين موجود في مكانه ولا لا بحاجتين عده التنفس بالتراكيه وعده الهارت بالايبكس دول اقرب حاجه للسيرفس اقدر اقول عليه ما انا ما اعرفش العده جوه ماشيه يمين ولا شمال اللي هم دول الايدكس في مكانها خلاص على افتراض ان القلب ايه يا اولاد سليم مش الشيفت بتاع الايدكس نتيجه المرض في القلب انا على افتراض التراكيه موجود في مكانها يبقى العده دي مظبوطه ما فيش حاجه دافعه ولا حاجه شكلها خلاص يا شباب دي الميديا طيب هنقعد ده كده لسه ما عملتش اي حاجه يا اولاد لسه ما رطتش المريض انا عملت كله ايه انسبكشن ايه المهم في الانسبكشن بقى خلاص الانسبكشن نمره واحد الشيء نمره اثنين الموفل نمره ثلاثه الريتراكشن نمره اربعه وضع الميديستايل دول اهم حاجه تعرفها في ايه في الانسبكشن بتاع الشيست واضح يا شباب ده في الانتيريور الشيست لسه ما رحناش لمين للبوستير البوستير ما فيش فيه الحاجات دي ما فيش فيه ولا ايبكس ولا في تراكيه ولا في حاجه بس في الحاجات الاخرى اللي كان فيه ديفورميتي كان فيه ساينس اذا كان فيه موفمنت ده تمام يا شباب تمام نيجي بقى للبالبيشن نخش بقى على البوزيشن بتاع الميديستايل البوزيشن بتاع الميديستايل ده مهم جدا طريقته سهله جدا
بص يا شباب انا خلاص انا بصيت في الشكل ما فيش حاجه بلجنج ولا حاجه. بجيب الاندكس طبعا لازم يكون الضوافر مقصوصه. وبعدين بحط على السوبر استرنال نوتش. واضح معايا الكلام يا شباب؟ حلو. مركز معايا محمد؟ وبعدين بدفع التيب بتاعت الفينجر داون داون وورد اند باك وورد كده بالراحه. طبعا في بعض الناس يعني اشيل مش يروح يخنع المريض او ياذي المريض، لا بالراحه عمليه بالراحه خالص بس خلاص. لو الاتراكيه خبطت لك في التيب بتاعت فينجر يبقى الراجل ده مظبوط، يبقى انت في السنتر. لو الاتراكيه خبطتك من هنا يبقى هي جايه كده. لو الاتراكيه تاتش من هنا يبقى هي جايه كده. بس عمليه بسيطه. بتاكد الخطوه الثانيه. ايه الخطوه الثانيه؟ بحط ايد. طبعا المفروض ما تكون بالعكس شويه، بحط ايد ما بين الاتراكيه وما بين الاسترنال ماستايد يمين، وبعدين بحط ايد الثانيه ما بين الاتراكيه والاسترنال ماستايد شمال. لقيت نفس المكافه نفس المسافه نفس الريزيستنس وفي مسافه، يبقى اذا انت مستنتر مظبوط. دي اول حاجه بتسال فيها كتير جدا ان هو الميدياستاين. واضح يا شباب؟ نقوله ثاني؟ مش خدتوها قبل كده ولا ايه؟ الا خير. طيب هقولها ثاني. هذا اهي في بعض الناس كنا الهنود او بعض المدارس حقيقه يعمل الثلاث صوابع مع بعض نفس يعني بدل حركه حركتين بحركه واحده. يخلي ده للسنتر ها وده كده. اعتقد يعني هداك انت تعمل كده. صابع واحد بس اهو. خلاص. الاتراكيه جايه في التب يبقى انت في السنتر. اتاكد كمان اعمل هنا مره وهنا مره. خلاص. ماشي يا شباب؟ طيب. نيجي برضه عشان الميدياستاينا بقول له شوف لي الايبكس، شوف لي الايبكس دي ممكن تيجي صار في محطه النهار. اقف محطه التشيست بارت لانها مهمه. بعمل ازاي الايبكس يا اولاد؟ بعمل كده. بحط ايدي في الحته المتوقعه اللي انا شايفها بعيني. وانا شفت قبل كده. اهي. وبعدين اكتر حته بتنبض اهي. خلاص اكتر حته بتنبض هي دي حددتها بالتب بتاعك. بعد كده يا عيني بعضكم للاسف الشديد يعد ويقول ده هنا. يا اخي مين قال لك كده؟ المريض بيختلف، الطويل غير القصير، تخين غير مش تخين. في حاجات فاريشن، في حاجات كلينيكال فاريشن، واحد عنده في الرابع، واحد عنده في الخامس، سنت هنا سنت هنا، سبحان الله يعني تختلف الناس. فانت الصح كده بحط ايدي البالم كلها كده كده بشوف الحته اللي بتنبض اهي. وبعدين بركز عليها وبعدين بعد كده اعد، اعد ازاي اهو. هذا النوتش يا ولاد، اول كوبري قابلني ها بتاع المنيبرم ده باجي كده. اول سبيس ده السكن يبقى ده السكن. وبعدين اخلي صبعي ما ارفعوش هداي في ضلع، امشي بالراحه كده عشان ما افقدش السبيس. يبقى دي الثالث ها. وبعدين هذا الضلع، هذا الرابع، وبعدين ده ايه؟ هذا الخامس. يبقى انا في الخامس. طب في الميديك لفكره؟ نعم في الميديك لفكره. خلاص يبقى اقول له الهيبكس بتاعتي في موجوده في الفيفز انتربستر سبيس ميديال تو ذا ميديك لفكره. وبعد ما كان ما تاخذوا الهارت هيقول لك خصائص الهيبس اللي تحت، هل هي هيفن ولا ضعيفه ولا سستين وهكذا تبع حاله القلب. دي حاجه ثانيه دي في فحص القلب، لكن في فحص الهارت في فحص التشيست ما يهمكش بس غير ان انت تعرف ايه؟ غير ان انت تعرف مكانها، هي مكانها مظبوط ولا ليه؟ لانه ديت مع ديت يقول لي الوضع بتاع الميدياستاين مشدود يمين ولا شمال ولا في السنتر. خلاص يا شباب؟ أيوة. طيب ده خلصنا من ايه؟ من اول نقطه. ثاني نقطه اللي هي الموفمنت اكسبانشن. انا شفته كده بعيني صح؟ خدنا بس يا محمد، خدنا بس يا محمد، خدنا خلاص. يبقى التنفس فعلا مظبوط والناحيتين زي بعض سيمتريكال وبيرتفع حوالي 1 2 سم رايح جاي، يبقى كده مظبوط. عايز اتاكد من الكلام ده. انا عندي يا اولاد تاكيد الموفمنت بتاع التشيست في عندي بقسم التشيست الى جزئين الابر واللور. عند الابر والايه؟ واللور. طيب ماشي يا شباب؟ ماشي. عند الابر واللور. اشوف الابر بتعمل ازاي واللور بتعمل ازاي. ده الابر اهو. بحط ده كده. حلو. خدوا بالكم معايا. وانا على يمين المريض اهو. وبعدين عندي السبع ده السمب هو الميزان. شفت مؤشر الميزان؟ ده الميزان بتاعي. وايه الفكره؟ الفكره بيقول لك انت ما تحط ده وتخلي السمب بتاعك ده زي ما يكون مؤشر كده، وبعدين مثلا الناحيه دي ما تتحركش كويس، يبقى السبع ده مش هيتحرك كويس. وده اللي هيتحرك. فانت بتكرر ما بين الاثنين، مين اللي بيمشي؟ مين اللي ما بيمشيش؟ بس ده الفكره. طبعا هي رف صحيح مش اكيوريت، طبعا الاكيوريت في انفستيجيشن في اشعه وفي في حاجات ثانيه، بس بتديني فكره عن المرض. والله الناحيه ده هي ما بتتحركش كويس، وانا شايفها بعيني قبل كده، والمريض بيشتكي منها. وعند فهمت العمليه بتيجي ازاي؟ يبقى المرض ده احتمال يكون كذا. انا بحط ايدي اهو يا اولاد اهو، باخد سكين فولد. ليه سكين فولد؟ عشان اسمح للدقيقه تمشي. لا
لو حطيت كده ده هتمشي ازاي؟ صح. لازم تاخد ايه؟ سكين فول. وبعدين ترفع صابعي ده ايه؟ هم دول الميزان اللي بتاخد نفس يا ولد. بس يبي تبقى براحتها خالص. انا ببص لايه؟ ببص لصابعي. واحساسك برضه انت حاسس ايه الناحيه اللي في صدر المشمش؟ عرفت الابر شيز بتعمل ازاي؟ دي الطريقه بتاعتك. في طريقه للابر شيز ممكن تيجي من خلف المريض. بعد المراجع تيجي من خلف المريض برضه طريقه صح نفس الفكره. بدل ما اجي كده اجي كده والنفس اهو خدت من السكن فولد اهو اهي يا شباب ماشي؟ النفس طبعا لازم تبقى عندك عاد مش انت تعمل براحتك كده سيب ايدك تمشي هي اللي هي اللي ايدك اللي تمشي خلاص يا ولاد؟ ده الابر شيست. نيجي للور شيست ايه الفكره بتاعته؟ نفس الفكره بحط ايدي على الكوستال مارجن بخلي الصم هو الميزان مع سكن فولد عشان ياخد راحته بيروح ويجي اهو اهو يا ولاد هذا الكوستال مارجن اهو كده وبعدين انا ايدي ماسكه اللور بارت اللور شيست اهو بعمل كده اهو هذا الميزان خد نفس عارفين بقى لو المرضى عنده مشكله كانت ايد تلاقي ايد واقفه كده والثانيه بتتحرك خلاص يا شباب اي نعم انا هقول مش اكيوري ولكن دي طريقه المتابعه عالميا مع التكرار تلاقي نفسك سهله جدا يبقى انا عرفت الابر شيست ازاي واللور شيست ازاي دي بياكد لي الايه؟ الموفمنت هل فعلا اللي انا شفته بعينيا ان الناحيه دي بتتحرك اكتر من دي ولا دي كان باكد على الكلام بالبلبيشن خلاص يا شباب الابر عرفنا الطريقه يبقى طريقه الابر لها طريقتين من هنا ومن ورا ايهما اللي انت تستريح فيه اما طريقه اللور فهي ناحيه واحده بس باجي على خدوا بالكم من كده بعضكم يجي يعمل لي كده يا عم احنا في الشيست مش في البطن بعضكم يعمل لي كده يا حبيبي ما حدش قال لك كده انت عايز الابر الابر اهو عايز اللور اللور اهو كوستال مارجن اهو ما واضح اهو يبقى انت صابعك هتيجي كده اهو اهو وضع ايديك اهي بتنفس اهو هذا الكلام الصح فوق لازم نعم فوق لازم فوق لازم فوق ليه؟ عشان يديك حركيه تقدر يديك تتحرك ولا انت لو من غير فول شوف تتحرك ازاي؟ ما هو نفس فاهمين يا ولاد؟ لازم فول عشان يديك سماحيه الجلد صوابعك تتحرك معاك خلاص؟ واضح يا شباب؟ طيب انا ما بخش على الحاجات المهمه اللي الدكاتره يشتكوا لنا منها يقول لك العيال مش عارفين يعملوا التشيست موجود هدي صعبه ما فيش انت شفت حاجات بسيطه بس افهم التكنيك اهم حاجه وانت في المرحله ديت لو انت راجل ممتاز النظر انا بقولته ده مش مهم بس بفهمك قيمه الكشف في التشخيص بس قيمه النظر لكن المهم دلوقتي عليك في سنه اولى وثانيه وثالثه هو ايه المهم ايه التكنيك تعمل حاجه صح اكيد تروح للكلينيكال الممتاز طيب نيجي بقى حاجه اسمها تاكتايل فوكال فريمفس ايه التاكتايل فوكال فريمفس ده تاكتايل يعني ايه فوكال يعني فوكال كورد فريمفس الاهتزازات او ايه الفكره بتاعته الفكره ان انا بتكلم اهو انا عمال اتكلم الكلام ده ممكن يتحس صح يا شباب صح. ممكن احط ايدك على الصدر كده يتحس طيب افرض هو الكلام ده ماشي في ايه ماشي في هواء بعدين في التراكيو برونكال تري وبعدين في اللانج تيشو وبعدين على الصدر صح يعمل فايبريشن كده هذا الفكره بتاعته فكره بسيطه خالص يعني احساس الكلام طب ايه الفكره يا حبيبي قال لك والله لو الهواء مشي في الصوت مشي في الهواء غير ما يمشي في الماء غير ما يمشي في الماس صح ولا مش صح هدوك التجربه كده كنا بنعملها احنا عيال صغيرين نجيب حله كده نحط فيها ميه اما تخبطها كده تحط ايدك الناحيه الثانيه تلاقي الاهتزازات وصلت بسرعه غير ما تخبطها وهي فاضيه نفس الفكره برضه الصوت اهو فايبريشن هي بتمشي لو في ميه توصل اسرع ومحسوسه اكتر لو في هواء لها سرعه معينه محسوسه بسيطه خالص فهمت يا ولاد الفكره؟ طب قال لك يعني طب طبق الكلام ده على المرض بقى يعني لو عندي تحت ايدي الاير فيلد سبيسز بتاعت اللنج ملئت بميه يعني قالوا نيمونيا مثلا قالوا كونسوليديشن اي مرض يعمل كونسوليديشن يبقى الاحساس احس اكتر ولا ضعيفه ولا اكتر هذا الفكره كلها فهمت الفكره التاكتايل فوكال فريمتس طيب نعمله ازاي انت عايز حاجه حساسه يعني عايز حاجه اما الانا بوردر ده واما التيبس دي بيزنس بتاعه الفنجر عندك مكانين لمكانين صح مكانين صح وعندك مرجع للحاجات اما دي انا استخدم دي اسهل ايه الفكره والله انا بحط داي في اماكن معينه خلي بالكم معايا وبقارنها يمين بشمال عشان اتاكد برضو اكد الكلام اللي انا شفته بعيني وحسيته مع الموفمنت ده بص في الناحيه الثانيه لو سمحت افتح بقى بالانجليزي يقولوا 99 او 111 اي حاجه تعمل فيها بريد احنا في العربي نقول 4 4 4 4
ما فيش مشكلة. ولو قلت 2 2 صح خلاص ما فيش فيها أي مشكلة. قول له لي حاجة. أربعة أربعة بتعمل اهتزازات أكتر يعني. خد نفس يعني. كلمة محمد قول أربعة أربعة كده. أربعة 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 أربعة. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بقى إيه؟ بشوف الاهتزازات الإحساس. مسمع أكتر محسوس أكتر محسوس يعني. أربعة أربعة. بعمل ايه؟ بقارن ماشي برضه على الميد كده فكره وبقارن يمين بشمال وبعدين ارفع لك كده ماشي كده 4 4 4 4 4 4 4 4 خلاص انا مش حاسس اي فهم واضح ان كده اسمه تكتايل فوكال فريم. طيب بعض العلماء ما يكون عندك خبره قال لك وعندك استاذ وعندي يعني خلاص ممكن تعمل ديك الاثنين ليه؟ واحد رأي بعض الناس يقول لك تحس أحسن في نفس الوقت، أصل أنت بتبدأ هنا بتحط هنا وبترجع تحط هنا، طب ما تسمع في نفس الوقت، فبعمل إيه؟ بس عيبها إيه؟ إيدين مختلفين، فكلهم كل واحد له مدرسة، الأولاني يقول لك لا هي الإيد واحدة اللي بتوصل، أنت دلوقتي حاطط إيدين، بس أيهما صح؟ خلينا نمشي إيد واحدة، بس أنا بقول لك على الفكرة يعني ممكن تعمل كده، قول أربعة 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 إحنا خلينا نمشي بطريقة الإيد واحدة بس. خلاص يا شباب عرفنا التكتايل فوكال فريمتر المهم عندي تكنيك طريقة العمايل الصح الكشف عندنا التندرنس يعني لو مثلا قلت لك انت ما اتخبطت وانا ماشي كده وبشتكي من الم في الحته دي بعملها بالفيشن كده اشوف فيها الم ولا حاجه لو شكيت في كسر لو شكيت في كسر في الضلوع بتعمل التيست يا اولاد هنعمله في الاخر لو تعمل كومبريشن بتاع في دعم قفص كده لو ضغط عليه كده من قدام وورا تلاقي الحته المكسوره تظهر يعني كده لو سمحت أوه. واحد بيشتكي من ضلع ولا حاجه تك عليك كده بقول لك اي ده انت جاني يا دكتور انت فهمت الحركه ازاي القفص انت فالحته المكسوره هتظهر او اللي فيها شر او تعمل بايلات تضغط القفص اسمها لوكال تندرنس اللوكال تندرنس على اماكن الالم ممكن اماكن الالم دي تريحك مثلا المريض بيشتكي من تشيست بين انت شاك انه عنده هارت لقيت وانت بتعمل بالفيشن كده اي اي الله ايه يا ابني يبقى تلاقي العضله فيها التهابات او الكوستوكوندرايتس او الغضاريفه او الضلوع فيها التهاب يبقى انت تطمن له يا عم الحمد لله ده السبب بتاع الشيست بين بتاعك مش من القلب ولا من اللنج ولا حاجه هو ايه؟ حاجه لوكال يعني اسمها لوكال تندرنس فهمناها يا شباب؟ ناخد بعد كده على البركشن البركشن مهم زي ما قلت لكم اهم حاجه في الصدر نشوف القواعد بتاعته وبعدين نعمله ازاي؟ اولا الموقف على يمين المريض نمره 2 انا عندي 70 ميدل فينجر ده والميدل فينجر ده هما اللي بيشتغلوا الميدل والميدل بتاع الليفت بيسموه بلكسي ميتر اللي هو المقاس او الحاجه اللي انا اللي بخبط عليها الثاني اسمه بلكسون مش مشكله الميدل فينجر اهي والميدل فينجر طيب بعمل ايه يا ولاد بس خدوا بالكم معايا كده الطريقه الاول لسه مش الخطوط اللي همشي عليها نقول اولا بعمل هايبر اكستنشن اوف ذا ديستال جوينت بتاع الفينجر ده كده بص عامله ازاي؟ ليه انا بعمل كده؟ لانك يا حبيبي انت عايز المفصل ده اهو اتخبط عليه. بعض الناس يعمل لي كده وخبط لي هنا مش صح؟ وايه الفكره بتاعت البركشن ده؟ انت بتعمل صوت صوت اهو فايبريشن صوت ماشي الصوت الماشي احسن ترانزميت خلال العظام مش خلال السوفت تيجي فانت عايز مفصل المفصل ده وجدوا انه احسن شفت الصابع عامل ازاي؟ الصوابع الثانيه دي ما تلطش الصدر ما تلطش الصدر اهو كده طيب بتعمل فين مش على الضلع نفسه بعمل انتر سبيس شفت الكلمه الصح يا شباب طيب انا وضع اليد اللي هخبط عليها طب وضع اليد اللي هتخبط اهو الميدل بيكون طبعا مقص الضوافر وبعدين تبقى بينزل العمود والحركه من الريست حركه من الريست عشان كده لازم يبقى قريب كده اهو طب اعمل ازاي اهو طب اخبط شديد ولا اخبط جامد تبع الحاجه اللي هتديك احساس انا بس اخبط كده واحد تخين جدا تخبيط العادي بتاعي ده مش هيعمل حاجه مش هيظهر لازم ازود له شويه واحد رفيع يعني اقل تخبيط يجيب لك نتيجه لو انت حسيت ان الصوت مش واضح قدامك ولا ريزونانت ولا ضل ولا كده بعمل ايه؟ اعمل فيلم بريشر في دي مش اخبط اكتر لا اعمل فيلم بريشر مثلا سامعين الصوت طبعا ده ريزونانت ولا ضل؟ ريزونانت واضح يا شباب الكلام؟ رفهمت فكره البرتشن ازاي؟ دي اهم حاجه عندك يمكن في سنه ثانيه بركشن بتاع الشيست لانه ينفعك في حاجات كتير بركشن اوف ذا تشيست يبقى ده عندي ايد بتخبط والايد الثانيه شفت وضعها ازاي ما ينفعش اعمل كده ما ينفعش اعمل كده لا لازم عمودي والحركه كده اهو وزي ما انت شفت كده اهو على المفصل على المفصل على المفصل ده احسن مكان
ليه؟ عشان الصوت يطلع من العظمه، العظمه هي اللي بتحس، انت بتحس وبتسمع، حاجتين مع بعض، بتحس وبتسمع. طيب طب ايه اللي انا متوقعه الاصوات الباطنه؟ والله يعني بس انت اهم حاجه تعرف حاجه اسمها ضل وحاجه اسمها ريزونا، حاجه اسمها ضل وحاجه اسمها ايه يا اولاد؟ ريزونا. يعني لو خدنا على سبيل المثال هنا الصوت مثلا ده ضل ولا ريزونا؟ طب هنا صح ولا مش صح؟ طيب لا عايز اكتر، اعمل على نفسك، كل واحد يعمل على نفسه، وانت قاعد كده خبط على السايد بتاعك. سامعين يا اولاد هنا؟ ده فلات دالنس، ده دالنس جامد خالص، اسمها فلات دالنس. طب في صوت دالنس بالاقل درجه شويه اسمه الدالنس، بس ديك اسمها بيسموها ستوني دالنس او فلات دالنس، عامل زي الحجر ستون هنا. طيب جرب انت، لازم تتحرك نغمات تعرف. طب هنا على الليفر اسمه دالنس، على الليفر بتاعك انت. طب على الريزونانت اللانج اهي لسه سامعين صح؟ طب في هايبر ريزونانت اه، بس ما عنديش حاجه طبيعيه اقول لك عليها. امال اخر حاجه التمبان، التمبان اعرفها ازاي؟ انفخ الهواء كده لو سمحت، كل واحد ممكن ينفخ الهواء. طبل. سمعنا الصوت عامل ازاي؟ صوت طبله. اما بعضكم بيضحك مش عارف بيضحك عليه، لا شفته ولا بيضحك عليه بس. اتعلم حاجه يا اخي عين. يبقى انا عندي خمس حاجات رنات مهمه جدا في التشخيص. عندي فلات دالنس، وعندي دالنس، وعندي ريزونانت، وعندي هايبر ريزونانت، ها؟ وعندي ايه كمان؟ تمبانيك. حاجات نورمال اقلدها اه موجود. الفلات دالنس الصح خبط على السايد بتاعك، انت تعرف ايه معنى فلات دالنس. طب الدالنس بس خبط على الليفر بتاعك بعد الخمس سبيس كده، سادس سبيس خبط عليه. طب ايه الريزونانت؟ اللانج العاديه، اللانج صحيح، ده كله فيما عدا الحاجات الضال. عند الهارت في ضل صح؟ صح. في عند السكابلا من ورا في ضل، في ابعد عن الحاجات اللي فيها ضل. مظبوط يا ولاد؟ طيب ديت ايه؟ ديت القواعد. طيب الخطوط اللي همشي عليها، انا عندي خطين في الانتيريور، عند الميد كلافيكولار هنا وهنا، وعندي ايه يا ولاد؟ اكزيلر السكابلا ميد اكزيلر. طب الطريقه بمشي على الخط، ببدا اولا بالسوبر كلافيكولار اهو، باجي هنا خلاص بكرن يمين بشمال. طب باجي على الكلافك على طول لانه عظمه، لو في حاجه لا قدر الله ورم في التريتنج حاجه هتلاقيه متغير اللوك بتاعه. وبعدين باجي في السكند سبيس في الميديكال فيكر اهو على طول بقى امشي اوتوماتيك ده الفيرست السكند. خلي بالكم نحط ايديا فين؟ في الانتر كوستال سبيس مش عارف. الله ده هنا ضل الله لخبطت. انت لازم تعرف التوبوجرافي، تعرف انت ماشي الخريطه معاك خريطه الطريق. ما انت لو مش عارف ان في ليفر هنا وفي دالنس، عشان كده اوريك الصوره بقى المهمه بتاعت الدالنس وتخليها في مخك كده يا راحت فين اهي. بص يا ولاد الصوره دي جميله جدا. ايه الريزون انت شايفها؟ دي الدالنس اهي صح؟ بتاعت الهارت اهي مظبوط؟ هنا الدالنس بتاعت مين؟ بتاعت الدالنس بتاعت الليفر خلاص؟ دي التروبس هي اللي بقول لك عليها اللي فيها الهواء، اللي هتديك هايب، اللي هتديك هايب تمباني زي الطبله. انت لازم تكون عارف المناطق بتاعتك. يبقى انت بتخبط اهو، انا بخبط كده اهو الحته دي بس هوصل هنا، ممكن لو يم تسترنا مش مدك لفيك اشوف دالنس، لكن هنا دني ماشي لما يوصل الليفر، عشان كده لازم نحدد الليفر. والليفر بوردر انت عليك السنه دي بس في التشيست الابر بوردر بس، سنه ثالثه الابر واللور عشان تشوف حجم الليفر خلاص. طب اعمله ازاي الليفر بقى؟ والله اهو ساكت في الانتر كوست في الميد كلافيك. سمعنا الصوت يا ولاد؟ ريزونت ولا ضل؟ ريزونت. بدا يبقى ايه؟ ضل. اعمل ايه بقى عشان اتاكد ان الليفر خد نفس يا ابني؟ تحول الى ريزونت، طلع النفس اصبح ضل، هو ده النفس لانه مع الدفرام بيطلع. صح. بعد ما احدد اشوفه في كام هو؟ والله الثاني الثالث الرابع هو في الخامسه. مظبوط. عرفت يا شباب كده؟ دكتور شفتوا الحته اللي انا بخبط فيها فين؟ انا ماشي كده وانا ماشي كده وعارف ان انا وجدت الفايبريشن، وجود الصوابع ديت دامبنج الفايبريشن، ضل ضيع الفايبريشن ده. انت بتحس بيها مش صوت بس، صوت واحساس، بتحس بالضل وتحس بالريزونانت. واحد بخبط على طبله معقول ايدك هتحس بالطبله طبعا غير الحيطه. صح. انت حاسس الفرق ما بين الاثنين. ده البركشن انا قلت لكم مهم جدا. شفت هنمشي فين يا ولاد؟ طيب هذا الخط بتاعنا الميد كلافيكولار، هنا طلعت الابر بوردر اوف ذا ليفر، ده اغلب سؤال بتسالوه في التشيست. وبعدين اجي هنا نفس الكلام الرابع سبيسن واخده هنا
هنا هنا كلهم يا دكتور؟ نعم كل السبيسز. لا الحديد الثامن تقريبا كده هنا طبعا هنا قابلنا الليفر هنا نفس الحكايه. واضح يا ولد الكلام؟ انا بديكم الطريقه الخط بتاعك واضح عليك انه ميديك لافيكولار والميد اجزاء ده في الانتيريور للشيست. خلاص يا شباب في البركشن؟ نيجي تاني في البركشن عندنا نيجي بقى هنعمل بلوس كالتيش بالسيريور. نعم هنخلي بالسيريور في الاخر. لو قلنا زي ما احنا متفقين على الخطه بتاعتك خلي بلوس كالتيش. طريقه البلوس كالتيش السماعه بتكون الاير بيسز هي من قدام ما تكونش لورا والا مش هتنفع كويس. ولازم ما تسمعش حاجه بره. لو انت ركبت السماعه كده مش سامع يبقى انت مظبوط. انما لو ركبتها كده ركبتها بالكده كده بياخد درجه وحشه جدا. الدكتور الكلينيكال بالذات بيزعل ممكن يديله صفر يبقى كده خطر. لا ايه مش سامع اسامع الكلام يبقى خطا. لازم كده تجهها من قدام وفيتنج ما اسمعش حاجه. خلاص دي نمره واحد. نمره اثنين بمسك الدايفرام. الاول اتاكد ان الدايفرام اللي شغال لانه ممكن بتاع ايه خبط خبطه وسيب بقى شغال. لو كانت الناحيه الثانيه يكون الصوت ضعيف. خلاص يبقى دي مقفوله كده مقفول مش مفتوح يبقى دي اللي شغال. خلاص يا اولاد؟ طيب انا بسمع ايه بقى؟ بسمع على نفس الخطوط. الطريقه الصح ان المريض ياخد نفس عميق. انا مش عميق جدا عشان ما يحصلوش الكالوز. وشك الناحيه الثانيه طبعا ده افتح بقى لو سمحت. يبقى النفس منين يا اولاد؟ من الفم. لو مش عارف انا اقول له اعمل كده. ليه؟ عشان الصوت يظهر. بديه بشويه عشان يظهر. ما طولش عمد لو حسيت المريض تعب او جاله صداع ولا حاجه من الكالوز بطل دول راح شويه. انت مش الكاشف كله مش هياخد دقيقه اصلا من السكالتيشن. بعمل ازاي يا اولاد؟ الخطوط بتاعتي نفس الخطوط بتاعت البركاشن. الميد كلافيكولار والميد اكزيلر. بس. كده لو سمحت. خد نفس. احط السماعه كام؟ على الاقل نفس واحد. رايح جاي انسبيريشن ولا اكسبيريشن؟ انسبيريشن اكسبيريشن اهو. سمعت نفسين اهو. خلاص يا ولد دي الطريقه. طيب طب ما انا لازم اكون فاهم الاول هو ايه انواع النفس؟ وايه هو النفس ده؟ النفس اللي احنا بنسمعه في المريض الطبيعي ده حفيف الشجر بيسموه فيزيكولا. بيسموه ايه؟ فيزيكولا. ازاي اقلده ازاي؟ بص عامل ازاي؟ ايه اللي انتم بتلاحظوه دلوقتي؟ مين اللي اطول الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الانسبيريشن صح. اديله ثلاثه الاكسبيريشن واحد. هل بينهما بوز؟ بينهما في تقطيع؟ لا. لا. بص عامل ازاي؟ ده اللي انت هتسمعه بالسماع. ده الصوت اللي انت هتسمعه بالسماع اهو. صح؟ ايوه. طب اديك اصوات ثانيه؟ اه. مثلا صوت عالي شويه. نعم. ما انا هنجيبهم ده بس لسه نعرف التكنيك اللي هو. في صوت ثاني مثلا تلاقي اشد من دي شويه ده سوفت اعلى منه شويه. وبعدين الانسبيريشن قد الاكسبيريشن وعامله ازاي بقى؟ في فرق ولا ما فيش فرق؟ لا واحد في لا ازاي؟ لا اذا عن اللي قبل كده لا هعمل الاولاني تاني الاولاني اهو خلاص؟ الاكسبيريشن لاحظ ان هو نفس واحد حد واحد بس لما الثاني بص عامل ازاي؟ تساوي معلش ما انت في الاول قلت لك كلهم واحد. دول كلهم اكسبيرشن زي بعض. ايوه الله ينور عليك. في الثاني كلهم واحد. لا في الكواليتي ده هيبقى اعلى شويه بس طولهم زي بعض. طول الانسبيرشن زي الاكسبيرشن. هنسمعها لكم تاني. بس تخيل الفكره بس الاول. طيب امال النوع الثالث بقى اللي هو التحديث اسمه البرونكيا او برونكو فيزيكولا. البرونكيا بقى ازاي؟ ايه معنى برونكيا؟ كانك حاطط السماعه على البرونكاي. فبتسمع ايه الاتي؟ ايه اللي انتم ملاحظينه؟ في مسافه في مسافه الله يبارك نور عليك. نمره اثنين كمان لاحظ ان الاكسبيريشن اطول من الانسبيريشن اهو. معلش مع الوقت انت لسه بتاخد الف مع الوقت تتعلمها مع والنغمه بتاع ودنك تقول ده فيزيكولا ده برونكو فيزيكولا ده برونكا. عرفنا الفرق ثلاث انواع هم ده الصوت. يبقى في فيزيكولا ده الطبيعي برونكو فيزيكولار اللي فرق بينه عن الفيزيكولار انه دوكا 3 الى 1 هنا 1 الى 1. البرونكيال لا
اولا الاكسبيريشن اطول، نمره اثنين في بوز في فتره توقف، والفتره وهي فكره البرونكيال دريزنج. اقول لك مش انت الهواء اللي انت بتسمعه ده حاطط السماعه هنا، مش الهواء بيمشي في البرونكيال تري يمشي في اللنج تيش وبعدين يوصل الصوت بتاعه على هنا صح؟ يعني في فلتر جوه اللي هو اللنج تيش. طب افرض اللنج دي مليانه ميه، على سبيل المثال نيمونيا، احنا قلنا الصوت هيمشي اسرع ولا مش اسرع؟ اسرع صح. يبقى هيبقى هنا ايه بقى، ايه اللي حصل؟ اولا الهواء ما جه عند اللنج اللي فيها ميه ما مشيش اصلا، لانها مسدوده متسكره صح. يبقى عشان كده هو كانك بتسمع صوت البرونكاي بس، الهواء داخل البرونكاي بس لان هنا مسدود صح. انا حاطط السماعه على اللوب ده، هو اللوب ده فيه النمونيا مليان ميه، يبقى الهواء تدخل فيها ولا ما تدخلش؟ ما بتدخلش. امال الهواء اللي اسمعه ايه؟ الهواء اللي هنا انا اللي في برونكاي، فسموه عشان كده برونكا. طيب فتره انه الهواء دخل ودخل اللنج الثانيه ما دخلش اللوب ده، مش في يبقى في توقف ولا حديث ما يرجع ثاني؟ يبقى اذا نديني الاكس بقى، هذا معنى برونكل بريبر. برونكل يبقى في بوز، نمره اثنين هيبقى فيها اولاد الاكسبيريشن اطول، الاكسبيريشن ايه اطول، هذا معنى برونكل بريبر. في نفس الوقت لو حطيت ايدي في التكتيل الفقري الفرامتس هشعر صوت اعلى، هشعر بالصوت هنا لانه في ميه وهكذا. نجمع الحاجات مع بعض، يقول لك الراجل ده عنده كذا، عنده نيمونيا لانه بما انه كذا وفيفر وكان انفلونزا وكذا وكذا وكذا، وعندي هنا برونكل بريزنج في اللوب دهوت فوق اللوب دهوت، وعندي هنا مثلا حاجات اخرى هنقولها بعد كده، يقدر يشخص هذا. بس احنا بناخدها كجزء جزء. فهمنا بيبقى عندي ايه يا اولاد؟ فيزيكولاب وعندي ايه؟ برونكل. هات معاه ماركر نكتبه؟ برونكل موجود هنا دكتور. لا انا هسمهم لكم بس. هذا الفيزيكولار اهو. ايه اللي انتم ملاحظينه؟ الى واحد في بوز ولا مفيش؟ مفيش بوز. نيجي بقى لبرونكو فيزيكولار اهو. ادخل شويه. ايه اللي انتم ملاحظينه؟ اكسبيريشن ادخل شويه؟ لا ادخل شويه؟ مفيش بوز برضه، مفيش بوز لسه، وده واحد الى واحد. ده بيسموه ايه يا اولاد؟ برونكو فيزيكولار. امال اخر واحد اللي هو برونكو اللي بقى؟ هتلاقيه تخين، اولا هاش كانك بتسمع هاش تخين. اكسبيريشن اصغر. وبعدين في بوز، وبعدين ايه يا اولاد؟ اطول. شفت في بوز ولا مفيش بوز؟ في. خلاص. طيب. قبل بقى طالما انا عارف الاساسيات لازم يحببوا فينا الفكره ايه بقى؟ فكره الصوت ده والفلتره. لازم تعرف ان في مناطق طبيعيه في السطر فيها برونكال بريز وفيها برونكو فيزيكال. انتوا في نظركم يا اولاد انتوا دارسين الاناتومي الاتراكيه كده، فيها ايه؟ مش كده بتنقسم الى فرعين اليمين والشمال. الحته دي لو حطيت السماعه فوق مش تسمع برونكال بريز؟ صح. ما انت نفس الفكره. وايه فكره البرونكال بريز وانت على اللنج هنا؟ ان اللنج اتلغت ما بيمشيش فيها هواء، فالسوفت والبريزنج والكلام ده الحفيف الشجر ده اختفى. يبقى انا بسمع ده بس. طب لو حطيت السماعه على دوت اسمعها بس. يبقى عشان كده الدكتور الشاطر بيقول ده دكتور في برونكل يا دكتور. يا ابني برونكل فين يا حبيبي؟ فوق المانيوبرا. طب مش طبيعي يا ابني، ده انت فوق الميجور ايه؟ برونكال. فهمت الكلام؟ يبقى ده معنى برونكل. اذا عشان كده ايه الاماكن بقى اللي طبيعي اشوفها برونكل او برونكل بريزنج؟ نمره واحد فوق الايه المانيوبرا هنا يا اولاد كده، نمره اثنين في الفيرست والسكند سبيسز، ولا سيما على اليمين لانه اليمين لارجر وشورتر. فانا لو حطيت انتوا وجربوا انتوا على بعضكم كده اهو السماعه كده وهسمع انا اهو، افتح اهو خد نفس نفس ده اللي عايز يعرف برونكل. طبعا اذا كان الصوت مش واضح اخلي المريض ايه يزود النفس، زود النفس، افتح جوه. لا لازم الفم نفس جاي. خلاص يا طيب انا عايز اجرب لك اكتر موضوع البرونكل ده. حط السماعه على تراكيه تسمع حاجه اسمها ايه؟ تراكيه للبريز. تراكيه للبريز اهو، حط السماعه وانت تسمع نفس هذا زي البرونكل اهو بس هارش اسمه تراكيه. الهواء اللي ماشي في التراكيه يبقى في تراكيه في برونكل في برونكو فيزيكولار وفي فيزيكولار. اللي انت تسمعه على بقيه اللنج غير المنطقتين دول والورا انتر سكابيلر. ممكن اسمع برونكال برضه برونكو فيزيكال في الحته دي عند الفورس ريب عند الفورس فورتيب. ممكن عند البايفوركيشن تسمع الحته دي. غير كده لازم يبقى كله ايه يا اولاد؟ فيزيكال. ده هو الفيزيكال الحفيف الشجر. ما هو حفيف الشجر ثلاثة الى واحد وليس بينهما بوز، هو خفيف ضعيف ضعيف يا دوب زي حفيف الشجر. ما فيش بوز. ما فيش بوز.
خلاص يا ولد. لو سمعت بقى برونكل في حته غير متوقعه مش متوقعه، يعني هنا مثلا افتح بقك والنفس، لو سمعت هنا برونكل يا اولاد يبقى اذا ايه قد بقى ايه او اوسع الحته، اسمع هنا وهنا وحواليه عشان ايه احدد اللوب واحدد المنطقه اللي فيها البرونكل. طبعا يا صاحبي تكتب سكر في المنطقه يبقى ايه عالي، وحاجات كتير هتبقى زايده يعني الحاجات الثانيه هتبقى زايده. واضح يا شباب؟ ده الاوسكالتيشن ما بدل الاوسكالتيشن. طيب ده اسمه البريس ساوند. طب هل في حاجه اسمها ادفنتيشال ساوند او اصوات اضافيه؟ نعم في اصوات اضافيه. اول حاجه في الاصوات الاضافيه اولاد الويزنج او الويزس والرونكاي. والويزس والرونكاي يعني اختلف على العلماء، ده يقول لك ده اللي يسمع انا بسمعه اسمه الويزس، اما بالسماعه يبقى رونكاي. بعض الناس قال لك لا الويزس هاي بيتش، الرونكاي لو بيتش، صوت بس يعني ده تصفير حاد وده تصفير قلب. على اي حال فكره الصفير يعني في ضيق، انا لو عايز اعمل صفير بعمل ايه؟ بضيقه صح؟ بضيق مش اعمل حاجه، نعم عايز اعمل اهو مظبوط يا اولاد؟ ممكن يظهر في الانسبيريشن يظهر في الاكسبيريشن، فلما اجد في صوت معناه ان في عندي اوبستراكشن، واكثر حاجه بتشوفها هو الاسم. خلاص يا اولاد هذا اسمه الايه؟ الرونكاي او الويزنج. اما بتسمعه بتقول والله هو مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن؟ طب في الاول ولا في الاخر؟ وهكذا. نيجي بعد كده الكريبيتيشن او بيسموها الرالز او الريلز او الكراكلز. ايه الكراكلز دي؟ زي بالظبط لو انت عندكم هنا واحد عنده كيس بلاستيك ولا صوت متقطع. لو انا معايا كيس بلاستيك امسك كيس بلاستيك كده وطبقه كده. ها؟ ايوه والله انا زي كده صوت متقطع. مش غير الصفير طبعا. غير الصفير. غير الصفير. فطبعا الكريبيتيشن برضه فيها نوعين، منها نوع فاين فرقعة بسيطة، في منها نوع ايه؟ كورس خشن، زي لما اخذ شرب الشيشة. حد منكم سمع واحد بيشرب الشيشة بتعمل صوت المية في الهواء. ها؟ ده اسمه الايه؟ كورس كراكل. الفاين تبقى زي كيس البلاستيك تطبقه، هنشوف الحاجات دي في اللي نسمعها في الـ20. واضح يا شباب الكلام؟ طيب. يبقى انا بقول اول حاجة تعلق على بريس ساوند، نمرة اثنين تعلق على الايه؟ الاديشنال ساوند. ممكن بلورا الراب لو البلورا ملتهبه وقبل ما يحصل فيوجن بتبقى خشنه، ما بتبقى خشنه ايه؟ يحصل صوت احتكاك كده. الاحتكاك ده ممكن تسمعه مع الانسبيريشن ومع الاكسبيريشن، واحسن مكان في الاحتكاك تسمع البلورا الراب هو في الحته دي. في الايه؟ اللاترال تشيسك هنا قبل ما يحصل فيوجن. دول لازم ادفنتيشال ساوندز. طيب بعد كده حالتن كان سالني سؤال عن بعض الحاجات، مش عارف عندكم في الشيك ليست ولا لا، بعد اي حاجه نشرحها لكم، اللي هي اسمها برونكوفوني، في حاجه اسمها برونكوفوني، في حاجه اسمها اوكوفوني، وحاجه اسمها ويسبرنج فيكتروليك، هشرحهم لكم ويمكن نلاقي في شريط بعض الاصوات كده. هي الفكره يا حاتم ببساطه عندكم في الشيك ليست ولا لا؟ مفيش. طيب اذا انا وجدت برونكال بريزنج هنا، برونكال بريزنج عايز اتاكد ان في كونسوليديشن، الفكره بمنتهى البساطه. يبقى انا قلت التكتيك الفقه اللي فهمت سيبها انا عالي يا ولاد صح ولا لا؟ طيب ده عالي بالاحساس، بس الاحساس ممكن اختلف انت عني ومش عارف ايه، لا عايزين بالسماعه، نفس الكلام يا حاتم بالسماعه، فبحط السماعه هنا كده افتح بقى قول 4-4. طيب لو هنا كونسوليديشن المريض بيقول 4-4 هسمعها عاليه خالص في الحته اللي فيها ميه او فيها فلويد، لان الصوت بيوصل لما في الحته اللي فيها هواء هيوصل الصوت ضعيف، دي بيسموها يا حاتم بقى برونكوفوني. خلاص؟ اتاكد كمان خلي بالكم عامل الكلام، اذا لا تعمل هذه التستس الا اذا وجدت برونكال بريزنج في مكان غير طبيعي. مش برونكال بريزنج هنا. وجدت البرونكال بريزنج هنا، ده المفروض اصلا كانت تبقى فيزيكولا. لو وجدته بتاكد، ايه التاكيد؟ نمره واحد اول حاجه اسمها ايه؟ برونكوفوني. والبرونكوفوني هو تكتل الفوكا فرنس بس بالسماعه. نفس الكلام 4-4 او 99 1-1 اي حاجه كده، اسمع قول 4-4 بس الاول كنت بحسه بس دلوقتي بسمعه. حلو هذا نمره واحد. نمره اثنين ايوكوفوني، وجدوا برضه لما يكون في كونسوليديشن ومريض على الحرف الاي، ما يكون في كونسوليديشن في ميه، يقوم الصوت اللي انا هسمعه بالسماعه يبقى يبقى وفيه مخزن نغمه المعزه، صوت المعزه هو بيقول اي، هو بيقول اي اي، لما اسمعها بالسماعه فهمت يا ولد؟ معلش بس عشان ده دي بيسموها الاوجوفوني. اوجوفوني هنا كده قول اي 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 اي
اصلا انا بسمعها ضعيفه ايه كده ضعيفه ده اللي هو الاوجفن فهمت حتى برضه ايه اعملها فين في الحته اللي انا سمعت فيها برونكال بريزنج في مكان مش طبيعي برضه بتاكد لي في الكونسوليديشن نفس الكلام بقى اخر تيست هو اسمه ويسبرنج بكترونيك ويسبر يعني همس همس نفس الكلام ده هيقوله مثلا اهمس من صوت عالي ولا مثلا 4 4 او 1 او 9 9 اهمس ولا اي حاجه همس لا همس المفروض اصلا انا ما اسمعوش خالص اذا كنت انا بسمع الصوت العالي ضعيف في الهواء فما بالك لما يكون فما يكون صوت ويسبرنج المفروض ما اسمعوش خالص لا في الحته اللي فيها ميه اسمع واضح جدا يبقى انا عندي حاجه اسمها اوجوفوني برونكوفوني هي زي التكتايل فكره فرنت بس بالسماعه يوجوفوني حرف الاي يتقلب الى اي مع نيزل تون بتاع النعزه بنسميها ايه جود جود فويس وبعدين اخر حاجه ويسبرنج الكترونيكي كلام الهمس اصبح يا اولاد اصبح واضح بالسماع ويسبرنج الكترونيكي خلاص يا عم دي كده خلصنا جميع الاسئله خلصنا جميع الايه الانتيريور تشيست انا هكرر نفس الكلام اتفضل يا اخي نفس الكلام لو هعمل له كومبير للشيب والديفورمد هاجي من هنا في الميد لاين صح؟ خد نفس حبيبي كده جامد لا سيب ايدك لا سيب ايدك انا مش عايز اعرف تعال تعال كمان شويه قدام الشيء كده نفس نفس جامد خلاص يا اولاد هذا الديفورمد برضه ستاينس والكلام اللي احنا قلناه ده كله انا ركزت على انتيرور عشان هو المهم طيب يجي في الموفمنت طبعا الابر هنا انا سكيبل ما اعرفش فانا ما بعملش الا اللور بس نفس الطريقه جراسب ريبس الريب كيكه وبعمل لي ايه اهو سكيفولد اهو واضح يا شباب انا حاطط ايديا يعني. انا محمد ولا اعملها تاني لا هاجي لك يا مش طيب عرفت الطريقه طالما انت فاهم الطريقه خلاص هتمشي صح عارف رضا الطريقه هتمشي صح طبعا يبقى انا عندي في الابر تشيست بوستيرور ما فيش احنا بنشوف مهازل بصراحه من زمان انا ما اعرفش يعني مين اللي علمهم او هم فهموا خطا او مش ما اتقنش الشغلانه بتاعتهم ما فيش حاجه زي احط دي هنا زي ما عملنا انا لا ما فيش عندنا الكلام ده انا بتفق بالنظر في الابر تشيست لما اللور تشيست نفس الكلام احنا بنقول ايه بس باجي اول اخد الايه سكن فول كده انا معايا سكن فول خد نفس موت خالص شفت ده انا شفت الصوابع بتاعي خلاص دي الايه دل تكتيل الفكرة نفس الكلام انا ماشي في الخطوط فاكرين الصوره بتاعت الدكتور نادر ماشي في الحاجات اللي مش فيها ضل مش عند سكابل هنا عشان كده بقول له المريض ايه لما دعيت كده بس ايوه ليه بقى كده بحرك السكابل لاترال قد ما عشان الاقي لي حته ما فيهاش مصل اقدر اعمل عليه نفس الكلام قول 4 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 قابلني الاسكابيلا خلاص انزل تحتها 4 4 4 4 4 4 خلاص يبقى انا كده عملت التكتايل فوكال فريم بتاع البوست يبقى عملت الشيب وده بدايه البلبيشن ايه تاني عندنا ما فيش عندنا ميديستاينا صح ما عنديش هنا تراكيه ولا حاجه ايه تاني في البلبيشن في حاجه تاني ما اعتقدش في حاجه تاني نيجي بقى للبركاشن نفس الكلام انا جبت لكم الصوره الدكتور ده مخصوص عشان كده انا همشي مش همشي هنا بقى لا همشي لهو قريب من الميد لاين بس كده نفس كده هو هكون بعمل سكابيولا عشان تخلينا المريض ايه يجمعها كده وبعدين ننزل هنا تحت كده خلاص يا ولد هتقابلنا هنا حاجه زي ما كنت بسال عليكم الدكتور علاء الدكتور كان ممكن تقول كده بس تجيبهم كده عشان قابلنا حاجه بتاعت الدكتور ندى اللي هو طيب ده بالخشن وفي ذاتها خلاص دولت عند الريد كام تقريبا العاشر انا ما تهمنيش بقى العاشر طبعا انا في الناحيه قدام كان عندي الليفر وعند الهارد دالنس عرفت ما كان هنا الدالنس بتاعت مين بقى مش الليفر مش هيظهر لي هنا امال هيظهر لي مين الدافران هيظهر لي مين يا اولاد الدافران فانا بنزل عادي كده اهو انت تنفس عادي يا بدأ بضل شويه طب خد نفس كده جامد يا حبيبي تحاول اريزن طلع نفس بضل دي بدي افهم الحته دي واضح معايا الكلام اعمل هنا وممكن اعمل كمان شويه لاتر الكلام هنا برضه اعمل في الخط ده واعمل شويه لاتر الكلام عشان اجيب الدلنس بتاعت الديافرام واضح معاك بيسموه ايه التايدل بالكشن تايدل ترجمتها المد والجزر
يعني بطلع بينك. فهمت الكلام يا ولد؟ يعني بنزل حديت ما الاقي حته فيها كده ضلنس اتاكد منها بقى اخليه ايه. طيب انا بعمل كده ليه؟ خد نفس كده عافي نفس بشوف قد ايه بتحرك الدافره قد ايه تقريبا 5 الى 6 سم يعني تو سبيسز او حاجه زي تحول الريزونانت الى ضال طلع نفس اصبح ضال خد نفس ريزونانت واضح يا ولد؟ بتكرهته بس ده عندنا في الايه؟ في البركشن. في حاجه ثانيه عندك في البركشن؟ ما فيش حاجه ثانيه في البركشن. نيجي بقى بالاوسكالتيش يبقى انا عندي بالبوستيرير اهم حاجه المسكه ديت بتاعت اللور تشيست. نعم؟ ايوه حاضر هذا هذا اللور كوست مارجن اهو اهو تعمل ايه؟ خد نفس خلاص؟ دي الايه؟ ديت الكونفيرميشن اوف ذا موفمنت اوف ذا لور تشيست. يبقى احنا عملنا تايد البركشن بتاع مين؟ الدفتر. البركشن عرفنا الخط بتاعه هو كده 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 بعدين تنزل كده كمل هنا وتيجي كده وبعدين تجي في التايد البركشن كده خلاص؟ الاوسكالتيشن نفس الكلام مفيش فاهم برضه نفس الخطوط نفس الخطوط هبدا من كده امشي كده 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 هذا الاخر وبعدين اخد دي كده برضه امشي كده 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 هذا الاخر وبعدين اخد الحته دي كده لتحت السكابيرا انفرا سكابيرا او بيسموها سكابيرا. نعم دكتور في اوسكالتيشن الابيكس ليه؟ الابيكس ممكن تسمع الابيكس بس مش في كل البرونكيال وين اسمها؟ بص يا ولاد البرونكيال هنا في الحته دي كده قصادها في الناحيه الثانيه قصاد المانيبرم في الناحيه الثانيه تقريبا عند الفورس فيرتيبرا انت عايز تعد السباينس دي وتفتح الحته دي كده وانت السباين خد نفس افتح بقك جامد نفس جامد ممكن تسمع برونكيال فيزيكال دكتور وين مكانه؟ خلاص يا شباب دكتور شكرا وبارك الله فيك يا اخي هسمعكم بس بعض الاصوات كده ونشوفكم كده ايه جمعتوا ايه ولا تعالى احمد شغلنا بقى ده شكرا يا اخي بارك الله فيك مشكور واضح يا ولاد تغيرت فكرتكم على الشيست بدات تبقى اوضح وكويسه هنشوف نسمع بقى بعض الاصوات عشان نعلق عليها كده اللي انتم ملاحظين تروح قصر وجهك كويس ولا تسجل ولا لا سجل في بوز ولا ما فيش؟ لا في بوز ما فيش انا ما عنديش بوز انا كنت بتعلم ده في ذكر ولا لا بصوا كده معلش التسجيل يمكن مخرفش بس سحبه واحده بس اللي تظهر الثانيه ده طبيعة في بوس لا ما فيش ما فيش هنجيب لك بوس دلوقتي وانت تعرف بص بقى الثاني في ايه هذه في بوس ولا ما فيش الاكسبيرشن هذه من الفرشه ولا اطول زي بعض ماشي طب شوف اللي بعد كده معلش مع الوقت مستمر يبقى تصفيق متقطع يبقى كريكتس او لورا الرابع هو زي
كراكل بس في حته فريكشن فريكشن سو ذا كار بس هذا جيب ثاني كراكل ثاني تسمع ويزنج لازم تقول للمريض يكح. ليه؟ عسى ان تكون الحاجات دي ترانزيت نتيجه لشويه سكريشن. تسمع الدكاتره هو بيقول له لو سمعت كح. اما يكح شويه سكريشن يطلع تسمع ثاني تلاقيها اختفت. دي حاجه مؤقته. لكن لو لسه موجوده بعد الكح وبعد نفس واثنين وثلاثه يبقى دي حاجه ثابته ومرض موجود هو سبب الكريكنز او حد عنده اي سؤال يا شباب؟ الاصوات. نعم. الاصوات نركز عليها. هنعلم لكم عليها. الاصوات هي يعني اولا النورمال بريس ساوندز والويزنج والكراكلز واليقفن حلو سهل سهل انتوا عايزين اصلا ما عندناش مشكله انت لسه في سهل لسه مبتدئ برونكال والبرونكوفيزيا يعني الحاجات الاساسيه الفيزيكال والفيزيكال والبرونكوفيزيكال والبرونك وبعد حاجه كراكلز وحاجه ويزنج ممكن واحد يقفن ولا كلها سهله بس المهم التكنيك اولا المهم انت تسمع ازاي امتى وفين وتعرف ايه النورمال مش معنى حد حد عندي سؤال شباب الاسكالتيشن هيجيب لك مريض وهيجيب لك السماعه المريض هيقول لك اسمعنا عليه ويقول لك هات لي برونكا بريزنج فين وكده نمره اثنين طب اسمع الصوت ده واحده وفي اخر اللحظه طب دكتور الاسكالتيشن في الهارت نعم الهارت نفس الكلام الهارت ساوندز وش المطلوبات معانا اما موجوده هنقولك عليها بقى لو النورمال هارت ساوندز السبليتنج اكسنتويت السكند هارت بعض الحاجات الكومن يعني عشان نجيب اتر الفبريليشن طبعا واضح هذيك الاخرى خالص بعض الحاجات الكومن حد عنده اي سؤال يا شباب الله يجزاك خير مش واضحه للتشيست نرجو ان انتم تكونوا ممتازين ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم